بيرن لايفز. لو في زول ده يدخل معاكم في زوم هنا في الشات، انا رسلت التفاصيل بتاع الدخول للميتنج ده، ممكن ترسلوا لهم. اوكي ساعة يصير الله كابيتال تشينج. بس كده الميتنج مبثوث عبر اليوتيوب في الشانل في البتاع دي. يعني انا لو وريتكم هنا ده الشاشة هتلقوا، إذا كان حوقف شاشتك عشان بس أشوف اللي هناك ده. أسي كده الجمعية السودانية كده بالنظام اللي هناك، أسي الناس ممكن تتابع لايف من هنا طوالي. تمام، ممتاز. ده ممكن ترسله للناس أسي طوالي، إنهم ممكن يخشوا في ده. فأنا هاخد المعلومات دي أسي في فيسبوك أساس إنه الدرج داخل. هنا وهنا أنا هي سودانيز اتش ار. سودانيز اتش ار دي ليه ما لاقيها أنا؟ برضو راحت. لا في اللهم صل على سيدنا محمد. سودانيز اتش ار، اوكي خليها ما مشكلة. تمام، هنا ده هتصل للناس. طيب ده واحد و وده اثنين اليوتيوب. تمام كده الناس بيقدروا يجيكم داخلين. اوكي يلا بعد ده ممكن تبدأ. بسم الله، ممكن تشير الشاشة من عندك يا أستاذ محمد، ايوه شير بعد ده. اعمل شير من عندك. ايوه طيب يلا بسم الله. طيب نبدأ ولا هاي نستنى انت، مثلا؟ انا هخليك هوست وهطلع هيخش لك بالتليفون ككو هوست. تمام، تمام ممكن طلع الخوجري خلاص ده يساعد معاك في انه يكون كو هوست برضو. ايوه يلا اتفضل طوالي. اوكي تمام يا دكتور خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام طلال، كيف حالك؟ سامعني؟ سامعني؟ هاي سامعينك، هاي سامعينك ايوه. ساعد بس في طيب دخول اوكي الناس ومروقه. البتاع ده لايف ستريمد اوريدي. اوكي اوكي ما عندك اوكي if it is I think we should start اوكي يلا. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجلسة المعلنة ان شاء الله بخصوص الـ ATS او نظام تعقيد طلبات التوظيف بالتعاون مع الجمعية السودانية لتطوير الموارد البشرية ومؤسسة الباحثين السودانيين. يسعدنا لنا ان نكون معاكم ان شاء الله ونقدم لكم الورشه دي ونعمل ان الناس ان شاء الله تستفيد منها وتلقى كل المعلومات المتعلقه بنظام الاي تي اس. طيب من المعروف انه الوقت الراهن ده والوقت الحالي ده كله وقت بتاع ديجيتايز ورقمنه وحاجات كلها كمبيوترايز. فالعمليه بتاعت الريكروتمنت حاليا ما زي العمليه بتاعت الريكروتمنت زمان. العملية بتاعت الريكروتمنت حاليا ما زي عملية الريكروتمنت أول. العملية بتاعت الريكروتمنت حاليا ما زي عملية الريكروتمنت في زي ما قلنا الايرا السابقة أو في الأوقات السابقة. هي العملية الآن أصبحت كلها زي ما قلنا عملية بتاعت ديجيتايزد وعملية مرقمة. ليه؟ لأنه ده بيحقق فاليو بالنسبة للشركات في العملية بتاعت تقليل الزمن بتاع الريكروتمنت و الهدر بتاع شنو؟
بتاع الزمن في البحث عن السي فيز المناسبة والحاجات المناسبة وكيف يقدروا يتوصلوا للحاجات المتوافقة مع الحاجات حقتهم أو المتطلبات حقتهم في الوظيفة. طيب، في ناس كثير بيقول لك إنه إحنا قدمنا ولكن ما لقينا أي ردود من قسم الموارد البشرية، والحاجات دي بتحصل معهم كثير. طبعا الحاجات دي ما بتكون متعلقة دائما ب تاريخهم الوظيفي ولا السكيلز حقتهم ولا الاكسبيرينس حقتهم في الشركات السابقه او المؤسسات السابقه اللي هم كانوا شغالين فيها، ولكن عاده الحاجه دي بتكون مشكله في السي في بتاعهم، بيكون عاده ما اي تي اس فريند، ودي بتشكل مشكله طبعا، يعني ممكن تخسرك فرصه، ممكن كده تكون انت زول كواليفايد جدا لكن السي في بتاعك في التقديم حقك للشركه دي طبعا هو دايما الجزء المتعامل مع السي في مبدئيا هو الاي تي اس، والاي تي اس هو نظام زي ما قلنا نظام رقمي بتاع سوفت وير، يعني ما عنده اي حته بتاعت تعديل لحاجه ولا شيء، نفس الحاجه المطلوبه منه ونفس الريكويرمنت المطلوبه هو بيتعامل معه. عشان كده بقول لك انا قدمت ولا لي اسبوعين بقدم ولا شهر بقدم وما جاني رد ولا اي حاجه، لان انا ممكن يحصل الريجكشن قبل السي في ما يصل ليه الريكروتر اصلا، الهيومن ريكروتر، فهم يكون شافه اساسا. طيب، زي ما شايفين هنا بقول لك انه الاي تي اس ده البروبلم حقتك قد تكون ما في السكيلز ولا في الاكسبيرينس حقتك، ولكن بتكون في شنو؟ في انه يور ريزيوم از نون اي تي اس فريندلي، يعني شنو؟ ما صديق لنظام الاي تي اس. طبعا لما تكون الحاجه انت بتتعامل مع شيء ديجيتايز او حاجه ماشين او كده، ف في ريكويرمنت معينه بتخش في الماشين، الاله دي بيطلب منها حاجه معينه انها تبحث عنها وفق حاجات معينه، خوارزميات معينه، حاجات يعني وفق السوفت وير اللي هو اتبرمج عليه. اذا هي لقت الاشياء دي اوكي، اذا ما لقتها طوالي هتعمل ريجكت بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للدوكيمنت اللي قدامك مباشره، يعني هتعمل له ريجكشن قبل زي ما قلنا يصل ليد شنو؟ الريكروتر، الزول المعين ده او الزول مدير التعيين ده او التوظيف ده، هو ما بيشوف السي في حقك ولا بيصله اساسا، ويحصل له رفض قبل ما يصله او يشوفه هو بعينه كشنو؟ كريكروتر. تمام؟ ودي حته بيقعوا فيها ناس كثير، نقله زي ما قلنا ما بكون في درايه، الزمن ده اتغير يا جماعه، الزمن اتغير ما زي اول، فعدم المعرفه مثلا او الجهل بالمهارات الرقميه البسيطه في التعامل مع طرق التوظيف الحديثه وكذا، هو ممكن يفقدك شنو؟ فرصه وظيفه. ودائما الوظائف اوكي ممكن تكون في وظائف فاتحه كثيره، لكن في وظائف بتفتح في حتات معينه قد تكون هي بالنسبه لك دريم جوب، يعني او دريم جوب انت كنت بتحلم بها من فتره، يعني ده تتحصل عليها وطريقه تقديمك بس غلط، فده قد يفقدك الوظيفه في الحته المرموقه دي، في الحته اللي انت ده تمشي لها، الحته اللي كنت بتحلم انك تشتغل فيها، قد تفقدك الفرصه دي. فلذلك المعرفه البسيطه بس ما العميقه، اللي هو النظام بتاع الاي تي اس اصلا ما صعب، ما حاجه حرجه وما حاجه معقده، هو نظام بسيط بس انت بيحتاج انك تفهم بعض التركات الموجوده فيه، واللي هو هنشوفها هسه اليوم ان شاء الله من خلال الجلسه دي، هنشوف كيف انك تقدر تتعامل مع النظام ده وتقدر تتخطاه. طيب، زي ما قلنا انه هو نظام بيتعامل مع السي في بالريكويرمنت الموجوده في الجوب ديسكريبشن، اذا كانت الجوب ديسكريبشن دي والريزيوم حقتك متوافقين في ماتشنج بينهم، يبقى الريزيوم حقتك دي هي اللي هتكون تتخطى النظام بتاع الاي تي اس. اذا كان في اي مشكله في الريزيوم حقتك وما مربوطه بالجوب ديسكريبشن، والكلمات الموجوده في الجوب ديسكريبشن غالبيتها ما موجوده في السي في حقتك، فهنا بيحصل العمليه بتاعت الرفض من النظام الاي تي اس قبل ما تصل للهيومن ريكروتر. طيب، النظام بتاع الاي تي اس ده هو شنو؟ او الاي تي اس ذات ابريفيشن بالنسبه لي. طيب، يقول لك الاي تي اس دي ستاند فور ابليكانت تراكنج سيستم، هي ده نظام بتاع شنو؟ سوفت وير بتاع تعقب بتاع شنو؟ طلبات التوظيف. هنا في الحوجه للتوظيف عاده الايام دي كثير، تمام؟ وانت بتلقى في thousands of people applied for the same job، اول ما يحصل الوظيفه دي اول ما تفتح في الاف الناس بيقدموا لنفس الوظيفه، تمام؟ يبقى انا لما يحصل لي مثلا opening او junior job requisition من اي department عندي في الشركه، انا اقدر عشان اقدر اعمل filtration للموضوع ده كله، sifting للسي فيهات اللي عندي، الموضوع ده بيردن شديد وبياخد زمن اكثر من اللازم ومهلك حتى بالنسبه للزول مدير التوظيف، اذا شركه مثلا ما فيها
مودرن ولا ما فيها مثلا نظام بتاع اي تي اس، فده بيكون شنو يوم مهلك جدا وعصيب بالنسبه له، عشان يلقى له مثلا سي في بعد الفلتريشن والسيفتنج، عشان يلقى له سي في مناسب بالنسبه له او ايكويفالنت بالنسبه للاحتياجات بتاعت الجوب. فعشان العمليه دي اختصروها في زمن معين وحصل لي فلتريشن وسيفتنج لاهم السي فيهات وانسبها توافقا مع الجوب ريكويرمنت، فلجأوا لانه لازم يصمموا نظام بتاع سوفت وير يكون قادر على انه شنو يعمل سكاننج للحاجه. طيب هو بيقول لك انه سوبر هيلبفول فور ريكروترز ديلينج ويز ثاوزندز اوف ابلكيشن افري داي، تمام، بس فور جوب سيكرز هو دو نوت نو وات مي لوك انه الحاجه دي صعبه او بين بالنسبه لهم حاجه مؤلمه، لانه هم ما بيكون عارفين يتعاملوا معها. فزي ما قلنا هو العمليه بتاعت التعامل مع الاي تي اس ده هي عباره عن فيجرينج اوت المشكله شنو بين السي في حقك وبين الجوب ريكويرمنت والجوب ديسكريبشن المطلوب، دي نحن نتعرف عليها ان شاء الله ونحن ماشيين لقدام. طيب بالنسبه لسه نحن شغالين في التعريف بتاع الاي تي اس، وقلنا هو ابلاينج تراك ابلاي سوري ابليكانت تراكنج سيستم، بيحاول يتعرف على شنو؟ على السي فيهات والريكويرمنت الموجوده فيها، تمام؟ بيقول لك بدل ما انه بتاع الريكروتمنت يقعد وياخد فتره وزمن في انه يفحص السي فيهات دي، فهو بالتالي بتسهل عليه عمليه شنو؟ ايجاد افضل السي فيهات ويرفع عليه اقرب، يعني رانكينج بتاع السي فيهات بيعمل له رانكينج، بيقدم السي في الانسب 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 ثم الانسب لحد ما يصل لافضل السي فيهات الموجوده في الريكويرمنت، تمام؟ فده زي ما قلنا فاليو بالنسبه للشركه ذاتها، يديها فاليو بالنسبه للحته بتاعت الزمن، يقلل الزمن بتاع البحث، وبالنسبه للريكروتر ذاته بيساعده في انه يكون يسهل عليه الجهد البدني مثلا اللي بيبذله او الذهني في انه يحاول يعمل فلتريشن ل 1000 اوف سي فيز، ودي طبعا عمليه صعبه جدا جدا وحرجه. طيب العمليه بتاعت الاسكاننج بالنسبه للسي فيز الموجوده او السي في اللي بتطلع بالنسبه للاي تي اس او فور ذيس جوب مثلا ريكويرمنت، هو بيكون عنده حاجات معينه بسيطه بيحاول يبحث عنها. الاي تي اس زي ما الريكروتر العادي الهيومانايد يعني ريكروتر زول الانسان ده عادي، هو الاي تي اس برضه وفقا لمعلومات او بيانات محدده ادخلت له من نظام المبرمجين حق انهم ديل في نفس الوظيفه دي، عنده حاجات معينه بيبحث عنها. طيب بيبحث عن الاديوكيشن والجوب تايتل والسكيلز وفقا لشنو تو ماتش الجوب بوستنج. طيب في اعلان بتاع وظيفه فتح في شركه معينه طالبين زول لوظيفه معينه، الوظيفه دي هيقدموا لها thousands of people، طيب ناس كتار هيقدموا لنفس الوظيفه. طيب الناس ديل السي فيهات بتاعتهم وفقا للمتطلبات بتاعت الوظيفه دي والجوب ديسكريبشن، هو هيبحث عن الاديوكيشن والجوب تايتل الموجوده زي ما هي موجوده في الجوب بوستنج والسكيلز، اذا الحاجات دي المتوافقات معاي اوكي الحمد لله والشكر لله كاي تي اس قبل ما يصل للريكروتر العادي كاي تي اس، متوافقات معاه اهلا وسهلا، ما متوافقات معاه طوال هيحصل لك ريجكشن بدون انت ما تعرف زي. ولا بدون الريكروتر ما يعرف، تمام، اللي يرجع لها هو براه كريكروتر بعدين يرجع ليه السيبيهات اللي عمل لها الاي تي اس ديسبوز اللي يرجع بها يرجع لها هو برا، ولكن ممكن السي في بتاعك ما يصل اساسا للريكروتر وما يشوف. طيب عشان اتخطى العمليه دي و يعني اعبر الاي تي اس ده، انا لازم يكون في كي ووردز معينه موجوده في الجوب بوستنج اشيلها اعمل لها انكوربريتنج مع شنو؟ مع الجوب ريكويرمنت او مع السي في حقي، تمام؟ في كلمات مفتاحيه بتكون موجوده في الجوب بوستنج، انا هشيل الكلمات المفتاحيه دي اعمل لها انكوربريت مع شنو؟ مع السي في حقي، احاول ادرجها جوا ادخلها في اي نص بما ان بانها تكون شنو؟ متوافقه مع المتطلبات بتاعت الوظيفه الفاتحه. ده ليه؟ عشان انا اقدر اتخطى الحته بتاعت شنو؟ بتاعت الاي تي اس. انا اول ما اتخطيت الاي تي اس يبقى انا عندي لسه ثاني معاينه اوكي، لكن انا الحمد لله اتخطيت المرحله الاولى دي، انا بجد انا اقرب بدرجه او درجتين لخوض المعاينه في الوظيفه الجايه، تمام؟ دي حاجه لازم نعرفها، انه في كي ووردز كلمات مفتاحيه بتكون موجوده في الجوب بوستنج انا لازم اعمل لها انكوربريت مع السي في حقي. طيب
في رسمة عادية بتوضح السلام عليكم شديد. طيب خلينا نشوف انه what you should know، الحاجة اللي انت لازم تعرفها شنو، انه التكنولوجيا دي اساسا ما تكنولوجيا حديثة، تكنولوجيا قديمة يعني يمكن 4 6 سنة لورا. الناس بس نعلو زي ما قلنا العصر الحالي ده بقى عصر الديجيتال، تغيز كله حاجات مرغمنة، فبقت الناس بتحس انه في شنو في مشكلة بينه وبين الوظيفة دي يعني. فالناس بدأت تتساءل الحاصل شنو. بعد ذاك عرفوا انه في نظام اسمه اي تي اس، هو ده بيتعقبك انت كمقدم للوظيفة دي، وبيلقى اذا لقى عندك حاجة الدايرة او دي ما لقى عنده حاجة الدايرة عندك بيعمل لك ريجكشن. فبقت الناس ده تعرف اكثر عن النظام بتاع الاي تي اس ده ومشكلته شنو مع السيفيهات وما بيقبلها دي. ودي طبعا حاجة بسيطة، تركات بسيطة كلها هنشوفها وهنتعرف عليها، معنا الأستاذ تيسير موجودة وكل الحاجات دي إن شاء الله هتتعرفوا عليها بسهولة شديد. طيب أول حاجة بيقول لك how to make your resume ATS friendly في الـ 6 steps اللي هنشوفها دي. طيب أنا داير أخلي الريزيوم حقي ده أو السيرة الذاتية حقتي دي تكون صديقة لنظام الـ ATS. طيب المفروض عليه أعمل شو؟ يا إما أنت تعمل السي في بحقك وفقا للاي تي اس تمبلتس الموجوده، انت ممكن تستخدم تمبلتس موجوده، نماذج موجوده اساسا ممكن تجيبها من الانترنت من اي حته، او تشوف المتطلبات مثلا بتاعت الوورد في التصميم، اذا انت صممته براك في حاجات معينه هتشوفها هسي المفروض تكون موجوده في التصميم حقك، اذا كتبت السي في بتاعك براك شنو المفروض يكون موجود فيه، ولا اذا انت شلت التمبلت دي من النت تحاول برضو اذا تشوفها يعني هل متوافقه ولا ما متوافقه قبل ما شنو ترفع، لانه مرات بتكون حتى بتيجي من النت بيكون فيها بيقول لك تراي تو فول ان ذا اي تي اس، مرات بيكون فيها حاجات داخله في النص، فانت لازم تتعرف عليها كويس قبل ما ترفع، حتى لو قال لك التمبلت ده الريزومي ده مثلا صديق للاي تي اس لازم تراجعه قبل ما ترفع. طيب قال لك if you are using template instead of building resume from scratch، يعني اذا بتستخدم تمبلت وما بنيتها براك بيك وان ذات اي تي اس فريند. طيب انت لازم تتذكر حاجه لما تختار الحاجه دي، لما تختار التمبلت ده والنموذج ده بيقول لك less is more، يعني الحاجه كل ما كانت بسيطه كل ما كانت اسهل، حتى بالنسبه للاي تي اس بتكون اسهل واسرع في قرايتها، يعمل لها سكاننج بصوره اسرع. تمام، انت بتحاول دايما تتجنب شو، انت بتحاول دايما تتجنب انه السي في بتاعك ده ما يكون محشي حشو كتير وما يكون فيه تفاصيل بتاعت شارت وجرافيك وصور وخطوط مثلا بتوري انه مثلا من 1 ل 2 ل 4 وحاجات زي دي، عشان ليه؟ ده ما يصعب على الاي تي اس انه يقرا السي في بتاعك. تمام، انه انت السي في حقك ده ما يكون بيحتوي على شنو؟ ما يحتوي على شارت، ما يحتوي على كولومز، ما يحتوي على جرافيكس اليمنتس وعناصر بتاع التصميم جرافيك وحاجات زي دي. ليه؟ لانه بيصعب بعدين على الاي تي اس انه يقرا شنو؟ يقرا الريزومي حقتك. ولو الاي تي اس ما قدر يقرا الريزومي حقتك يبقى في النهايه انت هتخسر شنو؟ هتخسر الفرصه بتاعت الوظيفه دي، والا تستنى فرصه ثانيه ان شاء الله في حته ثانيه تقدم، او لو قدمت بنفس الطريقه برضه هتخسر الفرصه، عشان كده لازم تكون عارف انك انت السي في بتاعك يحتوي على شنو. فيفضل دايما انه السي في ما يكون يحتوي على الهيدرز والفوترز اللي هم بيكونوا في الوورد، الهيدرز اللي بيكون فوق اول ما تضغط مرتين على الهيدرز بتاع الورقه يقوم بيفتح لك زي نافذه كده عشان يعني انت تكتب فيها، فيفضل اساسا الهيدرز والفوترز التحت ديل يكونوا ما في شيء، ما تحاول تكتب فيهم اي شيء، خليك بس في الهوامش الطبيعيه بتاعت الصفحه بتاعت الوورد، ما تحاول تدخل حاجه في الهيدرز ولا الفوترز. والمالتيبل كولومز ما يكون عندك مالتيبل كولومز في السي في، ليه؟ لانه ده برضه بصعب على الاي تي اس انه يقرا السي في حقك. تمام، ما يكون في شارتس توري مثلا اي تعقبات لاي حاجه، ما يكون في ايمج، ما يكون في صور كثيره، وصورتك ذاتها اذا ما شلتها يكون افضل. فانت دائما بتخلي تو فيرجن موجودات معاك من السي في، يكون عندك تو فيرجن، السمحه المظبطه الجميله السي في المظبطه السمح ده خليه بجنب لانه ده ما وقتها، انت في اللحظه دي عايز شنو؟ عايز تعبر الاي تي اس، تركيزك كله يكون انه انا في اللحظه دي عايز اعبر نظام الاي تي اس ده عشان اكون اقرب بدرجه ولا درجتين لحته شنو؟ المعاين، ده اللي انا دايره هسه حاليا. بعدين اللي قدام لما يتصلوا عليك ويقول لك يا اخي فلان الفلاني تعال للمعاينه دي، شيل معاك السي في المظبط الملون الحلو اللي فيه الشارت اللي فيه الجرافيكس، ما في مشكله. تمام؟ ده تشيله معاك ليه؟
الريكروترز بعدين، تمام؟ طيب افضل حاجه انه السي في يكون بلين، ما يكون فيه اي حاجه، يكون بلين تكست، مكتوبات عاديه، ما فيها جرافيكس، ما فيها حاجه زي دي، عشان شنو؟ تقدر تتخطى النظام بتاع الاي تي اس. طيب لكن أضيف حاجة يا محمد الحسن، جدا في previous slide طيب معك معكم تيسير محمد عبد الله، Human Resources Director at SGM Infotech في واشنطن. محمد الحسن تكلم لنا كلام جميل جدا، و less is more. إحنا عموما ما قاعدين نقتنع إنه ليه يقولوا لنا ما في هيدر وفوتر. في 25% من الريزيوميز اللي فيها هيدر وفوترز، وبكون فيها وبيكون فيها مخطوط، بتكون very important information زي الاسم بتاعك أو الإيميل أدرس أو الفون نمبر. لما تحطه في الهيدر في chances بتاعت 25% إنه السيستم ده ما يقدر يقرأ الهيدر والفوترز بتاعينك ده، ودي بتكون انه انت ايميلك ما موجود، how would they contact you. كويس. في المالتيبل كولومز قلنا بعد مرات هاي فعلا زي ما قال محمد الحسن ظريفة، مقسومة من النص في جزء بيجاي وجزء فوق الصورة وفوق chart بتاع whatever it is. المالتيبل كولومز دي الـ ATS ما بيقدر يقرأ، ما عديل. يعني لما تقول له السطر ده ماشي لتحت ما بيفهمه. بالنسبة له الـ plain text ماشى from left to right كويس، بيقراها كلها all the way لحد النهاية. لما تقوم تعمل الكولمز دي قسمت الريزومي دي لنصين، بقى ما عارف يقرا كده، بيبقى ما aligned، وبيكون ما في اوبتمايزيشن للحاجات الموجودة. فالناس تخلي بالها من الحاجات دي. الجرافيك elements زي ما قلنا، الصورة I don't know if it's required. If it's not required I would not recommend إنه الناس تحط الصورة بتاعتها. الصورة بالمناسبة ممكن تعمل، غير إنه الـ ATS ما حيقراها، ممكن تعمل age discrimination، ممكن تعمل gender discrimination. خلاص، او ده ما داير ان دي مرام، او ده ما داير انه ده راجل، لا حول، عجوز شديد. كويس. انا ماي ريكومنديشنز انه اي تي اس او غير اي تي اس، if you are not required to put your picture don't put it. خلاص. برضو من الحاجات اللي ممكن تجيب لك الديسكريميناشن وتحاول تتخطاها برضو في الاي تي اس او in person، موضوع الادرس اذا ما مطلوب. لو مطلوب في الابليكيشن that's completely fine، اذا ما مطلوب ممكن تكتب الامارات العربيه المتحده ابو ظبي، بس ما بالضروره تحط specifics للعنوان بتاعك، لانه برضو ممكن يجيب لك الكلام بتاع انه لا حول ساكن سقط لقط، ما حنقدر ندي البوزيشن ده، حيجينا كيف، مع انه انت لما قدمت عارف انك حتوصل كيف. You can go ahead يا محمد الحسن. I'm sorry to interrupt. لا بالعكس بالعكس، مداخلات جميلة جدا يا أستاذ سيسي، شكرا لك. لسه نحن جايين لك أكثر إن شاء الله. Okay. يلا. طيب قلنا مواصلين في السكس ستيب بتاعتنا، دي الستيب نمبر 2، بتقول نيم ذا ريزيوم سكشن كليرلي. وانت لما تيجي تسمي السكشن حقتك في الريزيوم او الريزوم بتاعتك لازم تكون مسمية بصورة واضحة، عشان بعدين النظام يقدر يتعرف عليها، يعني زي البروفيشنال اكسبيرينس، الخبرة المهنية حقتك، وزي الاديوكيشن اذا عندك سمري عن السي عن السي في بتحطه واضح فوق مكتوب السمري حقك، اذا عندك اي فولنتير وورك اشتغلته قبل كده برضه بتحطه كبرجراف واضح عشان هو يقدر يتعرف عليه، اذا عندك سكيلز بتقدر تدرجها مع الاكسبيرينس حقتك، بتقدر تدخل السكيلز دي. اوكي اذا السكيلز حقتك ما شاء الله وانت كنت زود بروفيشنال وسكيلز كثيره، فيفضل تعمل لها خانه براها تكتب السكيلز حقتك تدريجه 1 2 3 وفقا ل النمبرز بتاعت السكيلز اللي انت يو هاف، تمام؟ فده بيخليك شنو بعد ذاك واضح
بالنسبه للاي تي اس، وموضح له السكشن حقتك مسميه واضحه، الاكسبيرينس حقتك بالسكيلز بالفولنتير وور حقك بالسمري المكتوب فوق، و الاديوكيشن حقك كان وين. تمام، دائما في الاديوكيشن تراي ما تكتب الحاجه من الروضه ومن المدرسه بتاعت ما اعرف وين وكده، تراي تكتب الحاجات الليتست بس اللي انت اتحصلت عليها، لانه في النهايه هم ما دايرين الهيستوري بتاع الاديوكيشن حقك، اذا ما كان مطلوب زي ما بتقول استاذ ده يصير دايما ما تكتبه، خليك دايما متعلق مع الليتست حقك واخر حاجه حصلت عليها، لانه اساسا الريكويرمنت بتكون قريبه للحته دي، فما الهيستوري دايما ما بيكون مهم اكثر من الليتست بالنسبه للوظيفه المطلوبه. طيب هنا عندنا دي الحته دايما اللي بيستخدمها في شنو؟ في الكي وورد او الكلمات المفتاحيه. قاعده اللي هي بتقول لك اذا انت سالوك مثلا في الانجليزي دايما بتستخدم الحاجه دي عشان نسهل عليك. السؤال كان بيدو، الاجابه دايما بترجع بتكون بيدو، دو يو هاف بن؟ يس اي دو، دو يو هاف كار؟ يس اي دو. تمام؟ فانت بالنسبه لنظام الاي تي اس ده عشان تسهل على نفسك وتسهل عليهم ترجع تشوف الجوب ديسكريبشن الموجود فيه شنو؟ تمام؟ الموجود في الجوب ديسكريبشن ده شنو؟ تشيل منه اجزاء، ما تشيله كله، لانه لو عملت له كوبي كله هنا الاي تي اس بيقراها على اساس انك انت يو ار تراينج تو فول ات، يو ار تراينج تو فول ذيس اي تي اس سيستم، انت زي ده تخدع نظام الاي تي اس ده، هو بيقراها كده حسب الخوارزميات بتاعته الداخله له وحسب البرمجه اللي عنده، اذا انت استخدمت too many of the keywords which is يعني in the job description، فهو بيتعرف على اساس انه دي عمليه بتاعت فولينج، فممكن يحصل لك ريجكشن برضه. فانت هتشيل كلمات معينه تدخلها مثلا في بدايه السطر حقك ولا في النص ولا تعمل لها اعاده صياغه معينه، بما انه انت شنو ما تشيل نفس الكلمات طوال تحطها بنفس الشيء الجوب ديسكريبشن، سوري ما تشيل نفس الجوب ديسكريبشن تعمل له كوبي بيست عندك، لا ده غلط، بس تشيل نفس الكلمات المفتاحيه الموجوده فيه، والله يقول لك مثلا كوردينيت مانج دايركتنج، دي لو لقيت الكلمات الاكشن فيربس دي تشيلها تحطها في مواضع معينه عندك في الريكويرمنت الموجوده او سوري المطلوبه بالنسبه للجوب ديسكريبشن، وتحاول تدخلها في صياغه معينه عشان تسهل على الاي تي اس انه يعمل ماتشنج بينك وبين الجوب ديسكريبشن الموجوده. طيب هنا ده اذا النظام بتاع الاي تي اس لقى انه الحاجات كلها والله الاين وماتشنج وكده، فطبعا اكيد هيقول لك كمان ورك وذ اس، لماذا لا اثنين ثلاثه؟ فدي ما محتاج يطرح فيه. طيب بالنسبه للفونت و الكتابه والتكست وكده والخطوط اللي نستخدمها دائما في الاي تي اس، طيب قال لك choose an ATS friendly font and size. طيب بالنسبة للفونت دائما الناس بتنصح بانه يكون مثلا اريال او كاليبري او كامبريا او جراما. دي الخطوط مثلا اللي بنلقاها شائعة اكثر في الاستخدام بتاع السي في هات الـ ATS friendly، اللي هم الثلاثة دي او الأربعة دي. تمام، ممكن بعد ذلك تستخدم اللي هو تايم رومانس ولا حاجات زي دي، بس المهم الخط يكون شنو؟ خط واضح ما فيه اي تفاصيل جماليه، ما فيه اي ارتستيك فونت يعني او ارتستيك شيبس او كده، عشان ليه؟ عشان ما يصعب بعدين على الاي تي اس انه يتعرف على الريزومي حقك. في ناس بتحاول تتفنن دايما في السي في، بتكتبه بعده اشكال. تمام، فده اذا انت ما استخدمت الشكل السليم او الشكل المناسب بالنسبه للحاجه دي، فقد الاي تي اس ما يتعرف على الريزومي حقك، في النهايه هتخسر، يعني زي ما قلنا هتخسر الفرصه حقك. في النهايه اي اهم حاجه عندي انا انه انا اتخطى النظام ده مبدئيا، اقرب اكثر واكثر من الوظيفه المعروضه، اتخطى النظام ده بعدين اي حاجه فنيه وسمحه اشيلها معي وانا ماشي للمعاين. فيبقى الخطوط اللي انت بتستخدمها لازم تكون خطوط كلير وواضحه ما في اي تفاصيل جماليه، عشان مجنو عشان ما تخسر التشانس بتاعت الوظيفه الفاتحه دي بسبب حاجه بسيطه، قد تكون انت شايفها بسيطه جدا جدا، وحاي والله يتفنن واكتب حاجه حلوه والناس هتشوف السي في بتاعي وتلقاه جميل وكده، لا انت استخدم الحاجه الواضحه عشان تسهل عليه انه يقرا الريزومي حقتك ويتعرف
على الحاجات الموجودة جوه. طيب We have a بالنسبة question يا محمد يا الحسن. دكتور I'm sorry to interrupt. محمد حسن، ايوه معلش، كيف الاخبار؟ طلبوا Excellent. انك تعيد السلايد رقم 4 ثاني لو سمحت. طيب رقم 4. ايوه معلش. سلايد رقم 4. No, 4. No, no, ما من البداية رقم 4، كانت ستيب 4 يا محمد الحسن. ستيب 4، ستيب 4. أيوة هنا. أها. لك if you can fairly زي ما قلنا distribute relevant keywords through the section like the resume, summary, the professional experience والeducation. طبعا الحته دي بس عشان هي في الزوم هنا ما اعرف، المفروض تظهر ابيض بعدين دي تيجي في الكليك الثاني، لكن نحاول نقرا. طيب قال لك if you can fairly distribute relevant keywords، اذا انت بتقدر زي ما قلنا هسي شرحنا. قال لك it's okay to start from step one please. اوكي ما في مشكله، ما في مشكلة، خلينا نشوف دي بس ونرجع عشان تاني لما نيجي عليه نكون دبلنا لكم، ما في مشكلة. طيب ريزومي، طيب بيقول لك if you can fairly distribute relevant keywords through the section like the resume summary وال professional experience وال education وال consider شنو؟ consider adding skills section. ده زي ما قلنا هسه عشان نفصلها بصورة كويسة. طيب قال إذا أنت بتقدر تضيف او تعمل ديستريبيوت للكي ووردز الموجوده، الكي ووردز الموجوده في الجوب ديسكريبشن، اذا انت بتقدر تعمل لها ديستريبيوشن كويس جوه الوصف حقك اوكي، اذا ما بتقدر تعمل لها ديستريبيوشن حاول فصلها، يعني اكتبها بس ما تكترها، اكتبها براها بس ما تكترها. الحاجه الثانيه بالنسبه للسكيلز زي ما قلنا اذا ما بتقدر تدخلها يعني تدخلها انكوربريت مع الاكسبيرينس حقتك، اعمل لها كولم، اعمل لها سوري مش كولم، اعمل لها باراجراف براها، اعمل كليرلي سكيلز وعددها 1 2 3 4، خليها متعدده برا شنو؟ برا الاكسبيرينس حقتك عشان ما تجود، طلعها برا، اعملها كسكيلز براها، اكتبها حسب اللي عندك 10 20 30، بس انا احنا بننصح دايما انه خليها متوافقه مع المتطلب بتاع الوظيفه دي. يعني نفترض عندك 20 سكيلز، طبعا المؤسسه ما حتكون دايره ال 20 سكيلز، هتكون 6 4 3 2 متوافقات معاها، لكن الباقي ده بيكون حقك شخصي بالنسبه لك. فانت برضو عشان تكون يعني شغل راسك بس في الحته دي صغيره، في حته حاجه بسيطه، اذا عندك سكيلز متوافقه خليها هي الاقرب مع الجوب ريكويرمنت او الجوب ديسكريبشن الفاتح، خلي اقرب حاجه تكون السكيلز المتوافقه مع الحاجه دي، مع الوظيفه دي، عشان تسهل على الاي تي اس انه يعمل لك رانكينج اب، يجيبك اقرب بالنسبه لي الوظيفه دي، تكون اقرب يعمل لك رانكينج. لو كنت مثلا 20 ال 30 وهو شاف انه الكلمات كلها متوافقه معاه بيقوم يعمل لك ليفتنج اب، يجيبك قدام تكون الاول الثاني الرابع الخامس حسب ترتيبات السي فيهات الموجوده عنده. طيب في واحد قبل قال نرجع من اول من الستيب الاول، طيب ما في مشكله، في ناس عندها مشكله نرجع من الستيب الاول بس يصير I think ظاهر عندك it's حق. okay. إذا في زمن yeah that's okay. اوكي طيب هو الستيب الاول عموما. طيب بيقول لك بيك ان اي تي اس فريندلي ريزيوم تم، اختار نموذج صديق للاي تي اس، وقلنا في النت الحاجات دي بتلقاها كلها اون فينجر تيب، تلقى الحاجات دي يعني لو عملت تايبنج اي تي اس فريندلي ريزيوم تمبلت طوالي تجيبها لك تمام. لكن برضو انت لازم تعمل لها مراجعه بسيطه لانه ما بتعرفها المصدر حقها، اذا ما موثوق فممكن يعمل لك مشكله بعدين، فلازم تراجعها كويس وتحس انها يعني ما فيها اي واحده من الحاجات اللي قلناها دي، اذا ما فيها هيدرز فودرز، ما فيها حاجات ممكن تضيع عليك. المهم اذا انت ده تعمل السي في بتاعك من سكراتش اوكي، يكون حاجه لس ولس سمول، حاجه قدر ما كانت بسيطه، إذا كان الحاجة قدر ما الحاجة تكون بسيطة قدر ما حتسنحل عليك العبور. الفكرة كلها يا جماعة بنرجع تاني نقول عشان نأكد confirm this point،
انه الفكره الاولى كلها انا اعدي الاي تي اس من البدايه. عندي خمون بتاع سي في كبير فيه 30 40 صفحه، اوكي شيله معاك وانت ماشي الانترفيو. هسي حاليا اعمل لي المختصر بس، ادي لي المختصر عشان تعدي بيه الاي تي اس، شيل معاك داك بعدين ان شاء الله في شنطه في عربيه في حاويه امشي بيه ما في مشكله، بس ده اعمل لي حاجه مختصره متوافقه مع الريكويرمنت وعدي الاي تي اس. تاني مبروك عليك ما في مشكله. تمام، قلنا ما يكون فيه هيدرز وفوترز زي ما قالت استاذ تيسير عشان ما صعب على الاي تي اس انه يلقى المعلومات والحاجات دي. تمام، ما يكون فيه مالتيبل كولومز، لانه اللاين بتاع القرايه بتاعته بيمشي من الشمال لليمين وهو ماشي بيقرا. اذا كان حصل اي فصل في الحته دي، لقى مثلا من الشمال لليمين فجاه كده اتفصلت معاه القرايه بقت في سايد ثاني، يبقى انت هنا الفرصه بتاعتك ضاعت طوال، لانه هو ما عنده زمن. طبعا الحاجات دي كلها بيحصل لها سكاننج، فالسكاننج ده معناه هو بيفصل طوالي بشيل برا سريع سريع كده بالجنب، يلا يلا هاي ده كويس معناه ده ما كويس، ده كويس معناه ده ما كويس، فهو بيكون شغال كده. فانت ما داير تخش في الحته دي، عشان ما تخش فيها ما تدخل روحك في حتات ضيقه معه، لانه هو ما هيومن، هو عباره عن عباره عن قلنا ماشين فيها برمجه معينه مدخل لها داتا معينه تتعرف عليها، لقيتها اهلا وسهلا، ما لقيتها مع السلامه باي باي طوالي. طيب التشارت والايمج قلنا برضو اذا ما كانت ريكويرد بالنسبه للايمج الشخصيه، اذا ما كانت ريكويرد فما تحاول تدخل الايمج عشان تسهل على نفسك العبور. برضه احنا جايين نعبر، دي منطقه بتاعت عبور، بس اعبر وبعدين جيب الحاجه الحلوه معك. تمام، فدائما لازم يكون بلين تكست فاضي ما فيه اي حاجه، بس مخطوط فيه الجوب سوري البروفيشنال اكسبيرينس حقتك مخطوطه فيه بصوره واضحه، الاكسبيرينس حقتك مخطوطه فيه بصوره واضحه، والفولنتير وورك والحاجات دي موجوده فيه بصوره واضحه. دول هنشوفه زي ما شايفين انه هنا في نمره اثنين، انه اذا انت عندك جوب ديسكريبشن وتقوم بتعملها بصوره واضحه وموجوده، انا والله شغال من كده لكده من سنه كده لكده شغال في الحته الفلانيه. تمام، دي انتهيت من السكشن ده، بتقوم طوال تكون تجي للسكشن الثاني حسب الترتيب ما في مشكله، حسب الترتيب بتاعك تجي للاديوكيشن. education والله قريت كده كده خلصت كده كده، خليهم دايما ثلاثة والله أربعة الأقرب الليتس. خريت من كده عندك بوست جرادويت ستاديز أوكي، ما عندك خليهم كده. تمام، خليهم عاديين زي ما هم. في واحد بيقول تيرن ذا ستريم ولا حاجة. ألو، I ألو، think كان عندنا بس inappropriate videos started في الستريم، بدأت تظهر completely unacceptable يا جماعة، متأسفين جدا، لكن ظهرت في الستريم، ما عارفة how to control it. عنده دكتور دفع الله، السلام عليكم. في شنو في شنو؟ ظهر some inappropriate آه، video. في زول هاي، في زول جا داخل، اسمه أليكس ميسون، بس نقوم نطلعه برا. يا طلال ركز مع الزول ده، أليكس ده، بس طلعه برا واعمل له ريبورت. أيوه، اوكي، كان في افتكر دايزي وفي اليكس. ما في زول معناه بس نشر الستريم ده، خدته في تويتر يعني، ما هي ده أصلا بيجوا من هناك. اوكي، طيب احنا هنعمل لوك للميتنج بس لحد ما نوقف الهناي ده، عشان ما في زول تاني يجي داخل. كويس. ممكن تعمل لوك للميتنج من عندك انت، ولا خليني توريك ريكليم ذا هوست. انا عملت بلوك وطلعت اليكس ده، بس بشوف الباقيين بطلعهم. اتخيل لي محتاجين طيب يا نعمل شباب نيو لينك. شباب شباب عين، في فايل شير الزول ده، ما في زول ينزل الفايل ده،
لانه دي الهاكرز جو داخلين على الميتنج، لانه في زول خدت البتاع في اسمه شنو ده، خدت الميتنج في اسمه شنو ده في تويتر. دي حابب نقول للناس دايما ما تعملوها، لكن بيعملوها، انا ما اعرف ليه. طيب طلال، ممكن مشكلة حاجة لازم تبقى من يا دكتور. طيب فرانك وودز ريموف ريموف الريبورت. طيب تاني في منو؟ شوف لي الناس المعلقين بس في الكومنت تحت الأسماء بتاعتهم. ترومان، شوف ترومان. ترومان اي موف ريبورت سنتر. تاني في منو؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. انتوا بس ما تشتغلوا باللي اسمه، لو في فايل يتشير في الشات ما في زول يفتحه، دي فيروسات. حاجه ثانيه، ما تشتغلوا بالكومنتس اللي تحت لو كانت ان ابروبريت، لان هي ما بتظهر في الستريم بره في الزو، يعني بره في يوتيوب ولا في فيسبوك ولا في اي حته، بتظهر هنا بس في الشات. فانتوا ignore على اساس انه متوقعين الناس يجوا داخلين زياده، يعني لانه البتاع ده يتنشر في حته المفروض يتنشر فيها. فممكن تواصل، واصل طوارئ في طيب شوف شون برضو، شوف شون يا أنور، شون ما شايف انا شلون. سي ممكن اي طوالي اي انت ان تعمل له شين. ريموف، ها هاي ما عملت لها ريموف انا. هاي بس، لكن اعمل له ريبورت عشان سنه ما يقدر يجي داخل ايوه تاني. عملت ريبورت، ريموف على الريبورت طوال. بس خلاص ممتاز، يلا ممكن تواصلوا، معلش. طيب ما في مشكلة. قلنا هكون في الستيب 2، و ستيب 2 قالت انه نيم ذا ريزيوم سيكشن كليرلي، انك انت تسمي السكشن حقتك بصورة واضحة. طيب قلنا اذا عندك جوب سوري بروفيشنال اكسبيرينس، الخبرة المهنية حقتك، هتسميها في سكشن واضح، هيدلايت معين واضح، الهيدلاينز ده يكون كلير عشان يوصف الجوب سوري البروفيشنال اكسبيرينس حقتك، والاديوكيشن برضه يكون واضح، والسمري بتاع السي في يكون موجود فوق واضح، والفولنتير وورك يكون واضح بالنسبه ل الاي تي اس عشان يتعرف عليهم. تدخلهم في سكشنات مكتوبه واضحه، اي قسم باين براو. طيب قلنا هنا بنستخدم شنو القاعده دي عشان تبسطها على نفسك وتفهم بيها الكيفيه بتاعت عمل الراجل ده، انه انت لما تلقى الكي ووردز الكلمات المفتاحيه في الجوب ديسكريبشن في الوصف بتاع الوظيفه دي شيلة، يعني هو بيكون سالوك زي بيدو جاوب بيدو، ما تمشي تعمل حاجه تجيب مثلا ريكويرمنت ولا تصف متطلبات ما متوافقه مع الوظيفه الحاليه. لقيت كي ووردز معينه شيلة، اعمل لها اعاده صياغه، دخلها في الريكويرمنت حقت الوظيفه دي، وما تكتر منها عشان شنو؟ عشان ما يحصل الاي تي اس يقراه على اساس انك انت تراي تو فول الاي تي اس، انت بتحاول هنا تخضع نظام الاي تي اس، والحاجه دي ما كويسه عشانك، الحاجه دي ما كويسه عشانك عشان ما تخسرك الفرصه بتاعت الوظيفه. فانت خليك شنو؟ خليك محدد الكي ووردز. اقرا الجوب، في ناس كتير مرات ما بتعرف تقرا الجوب ديسكريبشن، ودي برضو بتكون مشكله. الجوب ديسكريبشن ده يا جماعه فيه الحل والتسهيل لك، بالنسبه لك انك تحصل على الوظيفه دي، وانك حتى بعدين لما تجي في المعاينه، بعدين حتى لما تيجي في المعاينه تقدر شنو؟ تخوض معاينه بروفيشنال شديد. ليه؟ لانه الدوك زي ما بقول كتاب مكشوف. الدوك كتاب مكشوف، كويس؟ الكتاب ده سوري دقيقة بس. طيب قلنا سوري، قلنا الموضوع ده شنو؟ الموضوع ده متعلق بانه حتى بسهل عليك بعدين انك تخوض شنو؟ تخوض جوب
انترفيو احترافيه جدا ومهنيه جدا، لما انك انت تكون عارف شنو الجوب ديسكريبشن، لما تقراه كويس بيسهل عليك العمليه دي كثير بعدين لما تيجي الجوب ديسكريبشن، سوري الجوب انترفيو. تمام، هنا قلنا دي ما يعني حاجه بس احنا عملناها عشان تبين يعني، لكن هي دي نفس الكلمات اللي قلناها فوق، سوري نفس الوصف اللي قلناها فوق، انك انت لما تيجي توزع السكشن حقك خلي السكشنات حقتك تكون واضحه من جوب، من بروفيشنال اكسبيرينس ومن سكيلز ومن فولنتير وورك ومن حاجات زي دي، تخليها واضحه عشان شنو؟ تعبر الرحله دي. طيب هنا قلنا لما نيجي نكتب السي في حقنا في خطوط معينه وفونت معينه المفروض نستخدمها عشان شنو؟ تسهل برضو على الاي تي اس انه يقرا شنو الريزومي حقتي وانه انا اتخطى المرحله دي. تمام؟ انه نستخدم يا اريال سوري، يا كاليبري، يا كامبريا، يا براموت. الحاجات دي الخطوط دي لما نستخدمها تكون خطوط واضحه ما تكون فيها اي جوانب جماليه، لانه هو مصمم على اساس انه يقرا خطوط معينه، اي خطوط جماليه، اي كلمات مقلوبه كده ان ماشيه بسكريبت معين فهو ما حيتعرف عليها. مشكلتي كلها انا هكون خسرت شنو؟ هكون خسرت الفرصه، وانا ما دار اخسر الفرصه دي. تمام؟ دار اكون شنو؟ من ضمن السي فيات اللي بيحصل لها رانكينج عشان تيجي تخش في الانترفيو. عشان كده لما تيجي تختار خطوط، تختار خطوط واضحه. زول بيقول في تطبيق معين ممكن اقدر اعمل اي تي اس، في تطبيق معين اقدر اعمل اي تي اس، زي ما قلنا في تمبلتس معينه بتلقاها في النت، لكن التمبلتس دي لازم تراجعها برضه. لانه ما بتعرف الموجود فيها شنو، لانه في ناس بيكتبوا بيقول لك تمبلت جاهزه لكن بيكون مكتوب فيها بالخط الابيض. يعني نظام برضه تراينج تو فول ذا اي تي اس، بيكون مكتوب فيها كلمات مفتاح او سوري خطوط بالابيض، حاجات بالابيض انت ما بتكون ملاحظ ليها. فدي ما تحاول تميل عليها كثير. الموضوع بتاع انك تكتب سي في اي تي اس فريندلي اللي موضوع سهل جدا جدا، بسيط شديد. تمام؟ ما حاجه صعبه. المهم ان انت بتخط الجوب ديسكريبشن دي الموجوده هنا، تشوف الريكويرمنت اللي عندها في الجوب ديسكريبشن دي، تعمل لها توافق مع الحاجه عندك في السي في، تشيل الكلمات المفتاحيه اللي هي دايما بتكون عباره عن اكشن فيربس، دايركتنج، مانجنج، كوردينيتنج، لييز، حاجات زي دي، تشيلها تعمل لها اعاده صياغه مع الموجود عندك، وما تحاول تدخلها كلها عشان ما يقوم الاي تي اس يحس انه هنا في عمليه بتاعت فولينج. طيب هنا قلنا في السبميشن بتاعك بتاع السي في في طريقتين انت ممكن تعمل لهم سبميشن. اذا البي دي اف، طبعا البي دي اف عشان تحفظ بيه شنو؟ تحفظ بيه الكوركتنج والفورمات، الفورمات اللي انت عملته مثلا في الوورد كتبته كويس ظبطته عشان ما داير يحصل له اي لخبطه في الفورماتنج حقته، بتقوم بتحفظه في بي دي اف وتحاول ترفعه للاي تي اس، دي ما فيها مشكله. اذا كان في مثلا ريكوير بتاع بي دي اف اوكي، اذا ما في ريكوير بتاع بي دي اف ممكن ترفعه وورد عادي، ودائما الوورد بيكون انسب. تمام؟ بس حفاظا على الـ على على الـ يعني كعمليه بتاعت شنو؟ حفاظ على الفورماتنج اللي انت عملته ده، بتقوم شنو؟ بترفعه بي دي اف. سواء كان مطلوب اوكي او ما مطلوب ما بشكل مشكله، في الحتتين ما بشكل مشكله، ولكن الانسب انه يكون شنو؟ وورد، يعني وورد عادي، ما في مشكله، ممكن ترفعه وورد عادي. تمام؟ اذا ما مطلوب بي دي اف ممكن ترفعه وورد عادي وما يكون كثير، اذا كان صفحه صفحتين مناسبات جدا جدا. تمام؟ قال لك the best to save your resume as PDF especially if you have شنو formatting that you want to شنو preserve a document that are safe as doc or docs run to risk. والموضوع بتاع انه ما تفقد الفورمات والحاجات زي ما قلنا، بتحاول تحفظه PDF، ولو رسلته وورد عادي ما في مشكله، يكون وورد مكتوب ومظبط على نفس الستيب اللي قلناها دي، ستيب نمبر 6 وتعتبر الاخيره. هنشوف بعدها حاجات معينه اللي هو البولت والابريفيشن. لما في ناس بيقوموا زي ما قلنا الناس بتتفنن، دي نقطه اضافيه، في ناس بتقوم بتتفنن في السي في، ما كعب قصته نهائي، ما كعب انك تتفنن في السي في. تمام؟ لكن احنا قلنا مشكلتنا حاليا ما في حاجه واقفه لنا في وشنا، الحاجه اللي واقفه لنا في وشنا دي دايرين نتخطاها. اي تفنن اي حاجه شيله في الريزومي حقك، الهارد كوبي ده اللي انت هتمشي بيه للشركه خلي فيه الحاجات الفنيه الظريفه، هي المرحلة دي مرحلة. طيب بالنسبة لعملية التنظيم مثلا، انك تخوض نقطة ورا نقطة، انك كتبت مثلا السكشن خلينا نقول بتاع السكيلز، تمام،
والله انا عندي سوفت سكيلز 1 2 3 4، في ناس بيعملوها بالنقاط او البولتس دي، تمام. افضل حاجه انك لما تيجي تعمل البولتس دي تكون النقط، في اشكال تانية، في صح، في مربع، في شنو، لكن افضل حاجه انك لما تيجي تعمل العمليه دي يكون الدوت العاديه دي، تمام، عشان سهل على الاي تي اس انه يراها ويمرر. اشكال تانية قد يراها شنو، في صوت بتاعت فانكي حاجه كده، ما هو موافقه معه، بس على الريجكشن عشان ما يحصل لك الريجكشن، تحط الدوت العاديه دي وتوافق اي شكل سمح، اي حاجه دي شيلها معاك في السي في الهارد. بالنسبه للاختصارات برضه هو عنده مشكله مع الاختصارات، ما تحاول تنزل حاجه مختصره، مثلا نقول دول عنده اي سي سي اللي هي الشهاده بتاع المحاسبيه، زول عنده اي سي سي، وونس انك طبعا حاجه كويسه جديد، يعني زول عنده اي سي سي ده معناه ما شاء الله زول بروفيشنال في المجال بتاعك. الاي سي سي اي انت مشيت نزلتها، بس والله انا مثلا اي سي سي هولدر، محمد الحسن شكله الشبكة بتاعته طشت، لكن ممكن نواصل. كان بيتكلم لنا عن البوليت بوينتس، وجانا سؤال في الشات زول بيسأل بيقول إنه هل ممكن أعمل أرقام؟ أيوة الأرقام مقبولة، الـ ATS بيقدر يقراها بسهولة، لكن المربعات وعلى قول محمد الحسن الحاجات الجميلة وكده وكده دي ما بتتقري لهم. الـ ATS ما بيقرأ الـ Abbreviations، عندك CPA تكتب CPA كامل، عندك SHRM، SHRM دي اللي هي Society of Human Resources Management Certification، خلاص اي حاجه دايرين عندها abbreviation the first time نكتبها مكتمله، بين قوسين نحط ال abbreviation بتاع كويس. جبالك محمد الحسن كان يتكلم عن موضوع السمري والobjectives والحاجات زي دي، ال ATS بيقبل الاثنين، بيقبل السمري وبيقبل الobjective، لكن انا as an HR person I like people اخدته السمري عشان انت فوقه بتقدر تاخد. انا مثلا كهيومن ريسورسز بروفيشنال هاكتب فوقه اتش ار بروفيشنال with more than 10 years of experience in all aspects of HR. ممكن في كمية من الحاجات اقدر اكتبها في السمري. الاوبجكتيف دايما بيحصرنا شوية، بيخلينا في المحل بتاع انه What is it for me؟ أنا عايز الجوب ده وعشان أنا وعشان أنا وعشان أنا. الـ companies would not see the value اللي أنت هتديه ليها، أو هم هيستفيدوا منك كيف. فأنا my recommendations and my preference إنه الناس تاخد objectives، تاخد summary rather than putting objective. جانا سؤال تاني، أفتكر someone is asking كيف ممكن أرفع السكور في مواقع التحقق من السي في. إذا بتقصدي يا وصال أو ده أحمد عبد الباقي، السكور زي ما قال لنا قبالك محمد الحسن بيقول إنه لازم أنت من الجوب ديسكريبشن تجيب الجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن ده مكتوب فوقه دايرين زول عنده كاستمر سبورت اكسبيرينس، خلاص ما تمشي انت من هناك تيجي تحط كاستمر سيرفيس. كاستمر سيرفيس اند كاستمر سبورت في الجوب ديسكريبشن ار تو ديفرنت ثينجز كويس. تكتب ميك شور انه كاتب انه كاستمر سيرفيس، خلاص دايرين زول بتاع ليدرشيب كويس، زول يكون عنده ليدرشيب اكسبيرينس، تكون واضحة مخطوط leadership، ما تكون بطريقة بتاعت إنه هنا I empower ما بعرف شنو. In resumes we do not use I،
اي لا يو يوز الفيرب بس خلاص، عشان برضو دي تمر من الاي تي اس. الاي تي اس بحالته دي حريف جدا جدا، ممكن افهم انه يعني English is not your first language if you're writing it in English. في العربي يعني احنا ما قاعدين نكتب انا بعمل كده وكده وكده في السيرة الذاتية، فالناس تبعد عن الموضوع بتاع انه اكتبوا I عموما في الريزيوم اذا الحاجات اللي بتجيب القروش ده، بعيدا عن الاي تي اس. اذا انت عايز زول عايز لك جوب يدي قروش اكتر، الكلمات السيت اوف ووردز او الليست اوف ووردز اللي ممكن تستعملها زي ناس ديفلوب كرييتد اسيستد از نوت سترونج انف. الناس تحاول في الريزيوم بتاعتها لانه الاي تي اس ده والجوب ديسكريبشن مكتوب بطريقه فيري بروفيشنال، بيكونوا الحاجات الماينر ما بتكون موجودة أو بيكونوا ما مركزين على شديد make sure إنه الريزيوم بتاعتك دي يكون فيها very strong verbs at the beginning of everything and remember not to put I. في زول بيسأل الفرق بين ال difference between a summary وال objective. A summary is طيب a يا summary استاذ of your. ياسر، استاذ ياسر أهلا مش لو سمحت، وين محمد؟ انا ما شايفه، طلع من الميتنج ولا شنو؟ محمد. He was cutting، أفتكر عنده مشكلة بتاعت شبكة. I don't know what's going on، لكن طيب في زول اسمه شفته. ادمنستريتور، هي محمد ولا زول ثاني؟ لانه اسي انت براكي الكو هوست، وده از فيري دينجرس، يعني لو حصل لك اي اوكي حاجه الميتنج بيقفل، فانا لازم اكون في زول ثاني كو هوست معاك. انا اسف جدا دخلت يعني بس اسمه نور عشان تشيك، لقيتك براكي، فدي مشكلة. هل في زول هنا ده ممكن كان هيلب في الـ في كوهوستنج الميتنج؟ في واحد اسمه ادمنستريتور، ده محمد ولا زول ده؟ طلال وانا كنت ما شايفك طلال الخوجة اللي موجود، موجود كوهوست، انا ما شايفه. أنا ما شايفاه if he is a co-host ولا لا. طلال، طلال، طلال الخوجة اللي it doesn't seem like إنه اوكي خلاص خلاص، طلالسي will be host على اساس انه انا بي سي. يلا السلام عليكم. اوكي. اوكي اي ام باك، انا هنا في الباك اب يا دكتور، لو في اي حاجه معك اساعدك ان شاء الله. جدا جدا شكرا لكم. طيب كان عندنا كنا بنتكلم عن كنا محمد الحسن رسل أظن مشكلته شبكة. طيب بنتكلم عن الحاجات في زول كان بيسأل الفرق بين الأوبجكتيفز والسمري. الأوبجكتيف إن what is your objective you as a person as an applicant، الأوبجكتيف بتاعك من الوظيفة دي شنو. خلاص أغلب الناس بيكونوا كاتبين في الأوبجكتيف ده I would like to gain more experience، ما بعرف شنو شنو. ممكن تكون I would like to go to a more challenging position، I would like to learn الفلاني، I would like it's all about you. خلاص دي this is not what the companies would like to see. زي ما قلت انه المؤسسة دي عايزاك انت توريهم انت ممكن تعمل لهم شنو rather than المؤسسة هي هتعمل لك شنو. في لو طلال لو متابع وريني الأسئلة كان في شنو. طيب في زول بيسأل في سؤال قال قسم لك دكتورة سماعي، لو قال لك في سؤال قال لك إذا اشتغل، إذا هو شغال في مجالات مختلفة وعايز يقدم في وظيفة محددة، فهل هو محتاج يعمل كاستمايز للسي في بتاعه لكل وظيفة بيقدم لها لو كانوا مختلفين، ولا يعني وان سي في فيت فور اول؟ طيب جيبالك محمد الحسن قال لنا it has to be relevant. خلاص عندك إذا حتى أنت عندك وظائف مختلفة لكن السكيل سيت للحاجة المعينة أنت تحط السكيل المناسب للوظيفة دي. خلاص زي ما قلت لكم زول عنده leadership skills إذا كانت في المانجمنت إذا كانت في الإنجينيرينج إذا كانت في whatever it is it's leadership experience. خلاص الناس تتكلم عنها في السكيل سيت.
اذا ما عايز تكتب، اذا لقيت انه انت ما عندك relevant experience، مش relevant experience، لو ما عندك relevant jobs مناسبه مع الحاجه دي، التركيز انه بتكتب functional resume. الفانكشنال resume دي ما فيها من يوم كده لحد يوم كده انا اشتغلت الوظيفه الفلانيه، التركيز فيها بيكون على السكيل سيت، انه انا عندي leadership skill، انا عندي accounting skills، انا عندي حتى لو كانت من volunteer opportunities. في سؤال برضو بيسأل عن ال you have to customize and you have to remove all irrelevant experiences. الجاب الموجود في الريزيومي، الجاب في الريزيومي أحسن حاجة الاكسبلانيشن بتاع الجاب يكون through a cover letter. كويس، الناس ترسل مع الريزيومي cover letter للريكروتر وللكمباني، خلاص تشرح فيها إنه عندهم جاب ليه. الجاب ده انت في الشرح بتاعه you will show انه الحاجة اللي اكتسبتها في وقت الجاب ده كانت شنو. خلاص، اذا كان يعني مثلا في بعض الناس بيكونوا الاكسبيرينس بتاعتهم او في الجاب اللي هم قاعدين فوقه ديل، زول قاعد مع امه ولا ابوه كبار، خلاص بتكتب في الريزيوم بتاع في الكفر ليتر بتاعتك كيف انك بقيت بتعرف تايم مانجمنت، كيف انه يو كان بروفايد يور كير جيفر، كويس كيف انه بتدي مثلا ادمنستر ميديكيشن. خلاص، تركز على الحاجه اللي انت قدرت تعملها، خلاص اكتر من انه الفترة دي انت كنت واقف فيها وكنت ما بتعمل فيها حاجة. ما في زول في الدنيا دي يكون عنده جاب ما بكون بيعمل فوقه حاجة، عشان كده حس مع الجاب بتاع الحرب في السودان انا ام encouraging all people انهم يحاولوا to increase the skills بتاعتهم through volunteers. الجوب ماركت في الدول الناس مشت لها بكل اسف شوية very tight وضيق على أهل البلد وعلى الناس الوافدين، فالناس حتى through يعني volunteering jobs ممكن to add experience و to add skill set can be added to your resume and can be added to your cover letter. يا دكتورة، في سؤال بس مهم كنت بس دارك. سامعني؟ أيوة سامعك، ألو سامعني؟ أيوة سامعك. في سؤال قال لك هل ممكن نستخدم الـ AI أو الشات جي بي تي، هل ممكن نستخدمه عشان تعمل السي في يقدر يعدي من الـ ATS الـ AI أو الشات جي بي تي؟ حاسة دي in the United States lately بعد ما بقى الشات جي بي تي وال AI commonly used، بيقوم بيقول لك في statement في نهاية الابليكيشن بيقول لك you need to consent انه your resume will be run بال AI. لما تكون run بال AI وانت اديت لل AI قلت له والله انا داير ليا ريزومي بتاعت اتش ار دايركتور، خلاص يجيب لك طق 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 طق، يقوم هم لما يعملوا لها ماس بتطلع بالنقطة والحرف، معناته انت someone who did not persevere even to write a resume. خلاص، will you be a good fit للبوزيشنز، بتقدر انك تكون انت الشخص المناسب للحاجة دي، زول ما قدر يقعد في محلته عشان يكتب له one page بتاعت resume to get a job. كويس، بقى في حاجة بتاعت إنه it will be reviewed and you will consent بتمضي بتقول أي أنا هودي موافق لكم تودوها الـ AI، ودوها الـ AI لقوا مطابقة you're out. فأنا I would recommend using الـ chat GPT والـ AI كالآتي: عندك resume أنت كتبتها قعدت كتبتها بيدك، خلاص احنا انجليش ما اللغة الاولى بتاعتنا، ممكن نكتب الجرامر غلط، ممكن نكتب الحاجات غلط، ممكن يكون الفوكابيولاري بتاعنا شوية بسيط، حطها في الشات جي بي تي قول له اديت، لما تقول اديت بيظبط عليك وبيعمل سي في جميلة ريزومي جميلة وكده. طيب تاني الأسئلة شنو؟
في سؤال بيقول لك عايزين نتكلم عن كيف طريقة كتابة الكفر ليتر. الكفر ليتر نكتب فيه شنو؟ cover letter ده it's another session، لكن ال cover letter ده بتكتب فوقه why you are the right fit for the position قبل ما تمشي الانترفيو، خلاص؟ وده المحل اللي بتكتب فوقه الجاب why it happened، خلاص؟ ال cover letter ده بيقرا لك ال person، خلاص؟ بعد ما انت تخطيت المسألة بتاعت ال ATS، خلاص؟ ترسله personally. إذا ما في محل you upload it في الـ ATS you need to send it to the recruiter ولا الـ hiring manager directly. طيب في سؤال تاني، قال لك هل في الجاب يذكر انه في حرب ولا الحرب ما تتذكر الظروف الحالية اللي بنمر بيها؟ في الريزيومي ما بتكتب الحرب، بتكتبها في الكفر letter. في الريزيومي هتكتب الفترة اللي قاعد فيها تحت الجاب دي، السكيل سيت اللي انت اكتسبته في الوقت ده، اذا كنت volunteering، اذا كنت taking care of your mom، اذا كنت having a child that you need to take care of، دي كلها بتكتب انه السكيل سيت اللي انت اكتسبته في المحل دي، زي ما قلت لك medication administration، time management، ما بعرف يعني you became physically fit، بقيت بترفع بتقدر ترفع زول. المهم دي الحاجات اللي انت بتذكرها in a very, very positive way. عموما قصة انه يعني على ما بقوله زي ما بيقولوا الامريكان ما تعمل ريزومي بتاعتك صوب ستوري. صوب ستوري دي يعني حاجة بتاعت بيكا كده الناس تقعد تبكي عليك. نو no. مفروض في الريزومي ده يكون واضح، رغم انه في حريب وانت رسلتها الريزومي بتاعتك ورسلت الكفر ليتر، من الحاجات اللي بتكون الاورجنايزيشن عايزه تشوف الريزيلينس. الريزيلينس شنو؟ انك كيف انت ممكن تقع وتقيف على حيلك في الظروف الصعبه دي، حاجه كاركترستيك هم عايزين يشوفوها. لكن قصه انه زول سين اي حاجه حتى الحاجات السيئه in a very negative way and continue being negative، بعض مرات دي بتزيحك من الفرصة بتاعت إنك تكون بس كانديديت في طيب، ما للوظيفة. في سؤال ثاني، قال لك هل ممكن ينزل الـ ATS as a software ويعمل له تيست ولا ما ممكن؟ يعني إلا تمشي تشتريه، وعموما الأفراد ما بيشتروا ATS، كويس؟ يعني أو لو عندك زول شغال بتاع human resources تقول له مرر لي الريزومي بتاعتي في الـ ATS نشوفها بتجيب حاجة ولا لا. لكن طيب عموما individuals it's very expensive they cannot buy الـ ATS. طيب في سؤال، قال لك الحالة النفسية اللي بنمر بها نحن خلال الحرب، هل بتتكتب في الكفر ليتر ولا لا؟ الحرب معروفة it's obvious إنه الناس بتمر بحالة نفسية، لكن what did you do to overcome الحالة النفسية دي؟ this is what organization would like to see، لكن ما داير يشوف فيه إنه والله نحن دايبنا، والله نحن مرقنا بكر عيننا ومشينا 31 ساعة و psychologically we're not well، we do not feel well، we're never gonna feel well. ال organization ما عايزة زول زي ده، عايزة زول يكون وقع وقام. I hope يعني it makes sense to you يا اخوانا، ما اكون بتكلم ساكت. طبعا ممكن تكتب عندنا سارة إدريس بتسأل انه عملتي certification، this is a good place you can add في الريزيومي بتاعتك انه الجاب عملتي فوقه certification الفلانية، شغل بتاع volunteering زيه زي اي other job بتكتبيه. في سؤال برضو، قلت لك إذا السبب في الجاب كان دراسة الماستر والوظيفة مطلوب فيها بكالوريوس بس، كيف توضح سبب الجاب؟ في الكفر ليتر ممكن الزول يقول going back to school without mentioning، ممكن الزول to go back to school for another bachelor. بعدين قصة انه عايزين بكالوريوس بس، عموما احنا كماينوريتيز كومن لو ما بقينا طقطرق مع المتطلبات بتاعت الوظيفة بتلقونا ما بين نقدم، بنقول ما بشيلونا، خلاص؟ لكن في حاجة اسمها المينيمم ريكوايرمنت،
المينيمم ريكويرمنت دي عايزين زول عنده بكالوريوس، لكن what's wrong with having someone with a master؟ Nothing wrong with doing the job better than expected. خلاص ما في حاجة مزعجة في إنه زول يقدر يشتغل الشغلة دي أحسن من الحاجة المتوقعة لها، دي المينيمم ريكويرمنت. كويس، if you have a master you have a master going back to school to do a master. إذا ما عايزة تقوليها ما تقوليها، لكن إذا عايزة تقولي بس going to school okay ما فيها مشكلة، أنا ما شايفة فيها مشكلة. في سؤال بيسأله عن إذا كان الخبرات كبيرة وعايز يكتبها في السي في، لأنه عدد الصفحات المناسبة تكون كم مع الاعتبار أنه هو عنده خبرات كبيرة وعنده طيب عندنا فرق بين السي في والريزومي. الريزومي is very American, it's mostly one two pages at max. السي في دي يلا احنا معاكم هنا انتوا الباحثين، انا متأكدة انه حيكونوا في كثير من الناس في الأكاديمية. انت في الأكاديمية ما بتكتب ريزومي، لازم تكتب سي في لأنه عندكم publication، عندكم ممكن تصل 70 صفحة. خلاص if you have it, if you are a scientist, if you are a researcher or someone who is publishing or doing researches, write a CV. ما تكتبوا resume، ممكن تكون أي عدد من الصفحات، لأنه الناس ال employers اللي عايزين researchers بعينوا لها والله الزول ده كتب عن ال pandemic diseases، خلاص عنده paper، الزول ده عمل كده عمل كده. This is what they're looking for. كويس، باحث ريسيرشر في أكاديمية، هتشتغل في جامعة، هتدرس، هتعمل حاجة زي دي، this is a CV وممكن تكون طويلة. زول زي كده بتاع HR تكتبوا صفحتين ظريفات جميلات، تكونوا very comprehensive very compact، تقدم بيهم less is more it's all good. عبد الله صالح، أنا ما فهمت السؤال بتاعك. هو قال if you are working during war and visit red zone areas especially if I am working in the, like a doctor في وظائف حيوية والتليكومز، هل يكتب الكلام ده برضو أو لا؟ فلو ممكن توضح أنت بتكتب سؤالك فين؟ تكتبه. انا بالنسبه لي اذا انت شغال في الوار زون، لما تكتب في السكيل سيت بتاعك بتكتب انك انت under very tight resources you can work as a doctor while الحرب قايمه. خلاص using less resources موجوده عندك is something you need to write في الريزومه بتاعتك، it's a skill. لكن ممكن تكتب in conflict zones، يعني زي ما قلت لكم قصة إنه أن إحنا يعني صراحة برا السودان قصة الاستقطاب دي ما بتنفع. خلاص و for most of the people خلاص بالنسبة لهم الحرب دي إحنا شايفينها حاجة كبيرة، a lot of people they went through. بعدين في حاجة تانية إنه not everyone، ما أي زول شايفة حرب، في ناس بيفتكروا إنها هي صراع داخلي ولا civil war وكده، فما ندخل نفسنا في الانتربريتيشن والترجمة بتاعت إنه دي شنو ولا ما دي شنو. في عندنا عبد الله رافع يده، اتفضل يا عبد الله. Do we need to unmute؟ السلام عليكم. أهلا مرحبا عبد الله. ايوه بس انا قال لي اوضح سؤالك، لانه انا يعني في اصحابنا كتار ناس شغالين في شركات هواوي وزين وبتاع، فهم كانوا يعني شغالين لكن ريموت دي مثلا لشركات الاتصالات وكده. فانا بسال لو ان هم يعني برا لكن شغالين خلال فتره التعليم، هسه حاليا احنا كلامي وكلامي ده هم شغالين يعني. فانا بس بقول الكلام ده يعني انه كادفانتج بالنسبه لهم مثلا بعدين تو بي سيلكتد وكده يعني ك حاجه تغييريه بالنسبه لهم او كافضليه بالنسبه لهم. Yes, ده بس it's سؤالي an كان. advantage. أيوة advantage إنه برضو بعض الشركات بقت بتطلب الناس إنه يكونوا عندهم خبرة to work remotely. خلاص this is something هساعدي، الظروف أجبرت الناس يشتغلوا ريموت،
معناته مثلا اذا زول بتاع اتش ار زيي بيكونوا عايزين يسالوه، طيب انت اشتغلت ريموت فتره طويله، طيب بتقدر تعمل الانجيجمنت ليور تيم ممبرز كيف؟ خلاص الزول بيكون عنده خبره في الحاجه دي. ففور شور يا عبد الله اتس ان ادفانتجز، ما حاجه بتقلل خالص خالص بقدر ما انها بتفيد. طيب عبد الله شكرا لك. دكتور في سؤال برضو انا بعطاني يا جماعه معلش، لانه في اسئله كثيره انا بحاول اختصر الاسئله بلاقي الاسئله يعني الناس كلها تقدر تستفيد. قلت لك اذا في شركه عندها اعلان لوظيفتين وانت بتطابق للوظيفتين، هل تقدم الوظيفتين ولا اقدم لوظيفه واحده؟ مفتوحات 10 matches your experience and matches what you can do, go ahead and apply. في سؤال تاني قال لك لو هو حيحذف الحياة اللي ما عندها علاقة للجوب اللي هو داير يقدم له، بعدين في الانترفيو لو ذكرها ما حتكون دي عدم مصداقية ولا ما يذكرها في الانترفيو بعدين؟ ما تذكرها في الانترفيو، اذكر السكيل سيت اللي انت اكتسبته منها. الانترفيو ما بيسألوك انك من يوم كده ليوم كده اشتغلت كده، كويس؟ السؤال بيكون انت عملت شنو؟ خلاص وات ايفر سكيل سيت يو كان ابلاي يو سي. طيب في سؤال تاني قال لك الأفضل التقديم بالإيميل أو باليد بيد بالنسبة للتقديم له؟ بالنسبة للتقديم في شركات ما عندها خيار، مثلا أنا حاسة على الشركة شغالة فيها أو الشركة البريفيسلي كنت شغالة فيها أو المؤسسة اللي كنت شغالة فيها، ما ممكن بالإيميل لأنه برضو فيها حاجات بتاع الديسكريمينيشن، إنه أنت جيتني بيدك جبت الريزومة بتاعتك دي أو رسلتها ليا بالإيميل، يعني ما بتدي نفس، يعني مثلا إحنا legally we are required to use ال ATS ده for everyone. كويس؟ بال ATS it's an application، لو الوظيفة فاتح وقال لكم apply في اللينك الفلاني you go and do it. إذا كاتب لكم والله رسل الريزومي بتاعتك والكفر ليتر بتاعتك لفلان الفلاني الهايرنج مانجر ولا فلان الفلاني الريكروتر، just follow the instruction what you're asked to do. طيب سؤال تاني برضه هو يعادة لكن برضه يمكن يكون ما سمعوا الجواب، لكن اذا السكيل سيكشن كانت يعني عندها سكيلز كثيره وهي اختارت الكي وورد، ففي مشكله لو الليست بتاعت او السكيل ليست تكون طويله انكلودينج الكي ووردز؟ بروبينج للكيوردز اول شيء كان عدت ليكي من ال ATS يا تسابيح، لما انتصل الهيومن في يده الاتنشن سبان بتاع الهيومن بينجز قدر كده، كتبت لي 24 سكيل سيت، انا باي نمبر 3 بكون ام دن. خلاص if you can group them under competencies، إذا كان مثلا الليدرشيب فيها الكوميونيكيشن وفيها وفيها وفيها، لو كتبت ليدرشيب الأمبريلا دي تحت كمية من الحاجات. إذا يعني شنو زي ما قلت جروب ده حطيهم as competencies rather than skill كل واحد براه إذا كانوا كتار. طيب في سؤال بيقول لك السي في لو اترسل بالايميل بيدخل برضه في نظام الاي تي اس؟ إذا كانت required هو دقيقة أنا أقول لكم حاجة، إذا قالوا لك رسالة في الإيميل معناته الناس دي ما عندهم ATS، معناته ما حيرجعوا يودوا لك الـ ATS، لأنه الـ ATS هو الحاجة الغرض منه إنه to reduce the administrative time بتاع recruiter going through resumes. كويس؟ إذا الحاجة دي ما هيعملها ما في سبب أنت يرسل الريزومي في إيميل يشيل فر يدخلها في الـ ATS. It doesn't work that way. قالوا لك إيميل معناه تمام ماشي الـ ATS. طيب في سؤال تاني بيقول لك اذا الاكسبيرينس بتاعته different from ال education background بتاعته كيف يعمل السي في؟ لازم تكتب الاكسبيرينس بتاعتك والاديوكيشن بتاعك، if they're different they're different.
طيب انا بس طيب الرساله دي ليوسف، يوسف شايفك انت قلت عايز كيف تتواصل مع المجموعه، فانا رايي انك تتواصل مع دكتور انور هو بيوريك. انا بس حبيت ارد عليك عشان ما تقول رجع له سؤالك، هو ما عنده سؤال وما عنده علاقه بالموضوع. فاهلا بك. اوكي. طيب في سؤال بتاع حاتم قال what if I'm overqualified، زي ما قلت nothing wrong with doing the job better than expected، لكن sometimes لما يكون الجوب ماركت ضيق زي ما بيقولوا أهلنا الخواجات بيقول لك tone down ال experience بتاعتك، خلاص اكتب فيها الحاجات الريليفنت تو ذا جوب. يعني انا عندي زول من معارفي جه هنا من السودان، كان فايس بريزيدنت ان ا فيري بيج انستيتيوشن في السودان، هي كيبت ابلاينج فور مور ذان 3 مانس، 3 شهور يقدم 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 يقدم، خلاص هو زول بتاع اي تي لكن اشتغل فايس بريزيدنت. خلاص اول حاجه كان ماي ريكومنديشن شيل الكلمة بتاعت فايس بريزيدنت دي، انت دار تشتغل فايس بريزيدنت؟ قال لي لا. قلت له ده مينز فايس بريزيدنت تطلع برا، انت دار تشتغل شنو؟ دار اشتغل حاجة بتاعت اي تي، اكتب الحاجات بتاعت الاي تي في البوزيشن بتاعك او في البريفيوس بوزيشنز في شغلك اللي كان قبل كده في البلد دي، تون ات داون. طيب في سؤال قال لك ممكن تكلمينا شوية عن الابليكيشن فورم والداتا فورم؟ عن الابليكيشن فورم، والداتا فورم انا طبعا يعني صفا انا ما فهمت السؤال، يعني ممكن تشرحي؟ قلت لك ممكن تكلميني عن الابليكيشن فورم والداتا فورم، فانا ما فاهم. لو طبعا انت متخصص الاتش ار، انا ما انا اعرف برضو كل ما هذه عندي فكرة يا صفا، لكن الابليكيشن فورم ده usually it's part of the ATS. انت لما تبدي تقدمي كتبتي بيسألك اسمك عنوانك your education، although انه ممكن انت تخطي you upload ال resume بتاعتك، لكن بيكون في اسئلة. الابليكيشن فورم ده is a legal document، عشان بعدينك لما نيجي فلان يقول والله شالوني ولا ما شالوني بتلقى انه فلان ده قدم، خلاص عشان ما يجيك من هناك زول يكون ما مقدم كله كله يقوم يشيلوه في الوظيفة. دي حاجة ممكن تعرض الناس لمساءلة قانونية كبيرة جدا جدا في البلاد اللي فيها القانون صارم في موضوع الفرص المتعادلة لجميع المتقدمين. الداتا فورم I don't know what the data form is. لو بتتكلم يا صفا عن الديموغرافيك فورم الفوق عمرك كم وفي ميل وكلام زي ده، it's part of the application process في الـ ATS system. طيب في سؤال من أحمد قال لك كيف يكتب نقطة الخبرة، الخبرة بتاعت العمل، أتحدث عن شنو بالضبط؟ هل أذكر كل المهام المنوطة بي أم أذكر حسب المتطلبات بتاعت الوظيفة؟ حسب المتطلبات، قلنا لما تيجي تكتب الريزيومي لوظيفة معينة بتجيب الجوب ديسكريبشن، خلاص ما بتكتب حاجة ما عندك، لكن يو ماتش الحاجات، انت عندك خبرة كثيرة خلاص، لكن الجوب ده داير 1 2 3، خلاص من خبرتك الكثيرة دي تحط الحاجة الريليفنت في الريزيومي بتاعتك عشان when it matches في السيستم طوالي بيكون فرصة كبرت. الرزان عندها نفس السؤال، قالت لك لما نطلع الخبرات الما ريليتد للوظيفه اللي هي دارت تقدمها بيكون عندها جاب في السي في، تعمل شنو؟ جبارك اتكلمنا في الجابس، قلنا ركز على السكيل سيت، اكتب في الفترة الفلانية من كده لكده، اذا كان volunteering عنده علاقة، عشان كده انا encourage everyone انهم to find the volunteering opportunity عشان يقدروا في الجاب ده يكتبوا فيها الحاجة الموجودة. قلنا حاجة تانية، اذا كان الجاب لأي سبب explain the gap في الكفر letter. لا ما ممكن تحذفي تاريخ الخبرة يا هاجر، طيب في أي سؤال تاني يا أخوانا؟ في الفري لو في أي زول عنده أي سؤال. أنا عندي سؤال يا دكتورة، بما إنه أنت موجودة أستغل أنا الفرصة وأسألك. بالمناسبة ما دكتورة يا أخوانا،
ما طيب عندي معلش. دكتوراه، أتمنى يكون عندي، لكن طيب ما استاذ، عندي. السؤال عندي انا طبعا دي حاجه واجهتني، انا ما كنت اسالك عنها. انا طبعا كنت في السودان وقمت سافرت جيت اوروبا هنا قبل الحرب والاحداث، وكان عندي السي في بتاعي كان السي في القديم عارفه، فكنت بقدم في كل كم شركات كده برضو، ما كنت يعني ما كانوا حتى بينادوا لي اي انترفيو او حتى بيقولوا السي في بتاعي. فواحده من الحاجات اللي عملتها خشيت عملت جوجل ولقيت بعض الايجنسي بتعمل لك السي في عشان يعدي الاي تي اس، فقمت رسلت لهم السي في بتاعي. عملوا اول حاجه يعني تقييم مجانا، يعني بيقول لك السي في بتاعك ده الحالي نسبته مثلا 70% بوضعه الحالي، لو انت عايز تعمل 100% عشان يعدي يعني تدفع له قيمه مثلا 20 دولار او تعمل. فانا عملت الحاجه دي واستغلت اخذت السي في، وهي طبعا السي في كان بتاعي زي 7 صفحات 6 صفحات كل خبراتي بتاعت 18 سنه. اختصروا لي السي في هم في صفحتين زي ما انتم قلتوا بالتحديد، وشالوا صوره وشالوا حاجات كثيره من الخبرات بتاعتي، وسي في بتاعي بقيت بقدم في اي مكان بلاقي بقول. فهل دي فكره كويسه انه الزول يعملها ولا لا؟ أيوة، فكرة كويسة جدا جدا. في حاجات اسمهم ناس شنو أظن اسمهم كليت ولا حاجة زي دي، يو سند الريزيومي، عندهم فيرجن بيكون فور فري بيراجعوا عليك، بعد ذاك تاني ممكن انت ترجع تصلح فيها الحاجات اللي عايزة وترجع عليهم. This is a good idea إذا الزول عنده إمكانية يعمل حاجة دي، حتى لو يعني إنه عندك بيقولوا على شنو التكنولوجي كمبيوتر وكده وبتقدر، او تلفونك ممكن ترسل، that's completely fine. آه طيب، في سؤال بيقول لك يا اخي، هو عايش في الامارات وبيطلبوا انه يكون في صوره في السي في، فهل يخطها ولا ما يخطها؟ إذا مطلوب we have to follow الحاجة المطلوبة، لكن أنا بالنسبة لي ك HR director when I was working، لما كنت بشتغل ريكروتمنت وكنت بشتغل هايرنج مانجر، بالنسبة لي كانت لما نزول يرسل صورة it's very questionable، لكن يبدو انه في اختلاف بتحت الثقافات. احنا لازم نكون نفكر ب a very global mindset، نشوف الناس عايزين مننا شنو، نحن اللي عايزين الوظيفة. قالوا رسلوا صورة، امشي تصور صورة كويسة تكون very professional، تكون شكلها، دايما بقول للناس انه يعني البسوا الوان تكون تون داون، تقدر الصورة تكون very professional وكده. واخواتنا البنات ابعدوا من ال very heavy makeup اذا you're asked to do الصورة، والحلقة الكبيرة اللون احمر وما الى ذلك. ممكن إذا مطلوبة منك بس أعملها in a very professional way. طيب، في سؤال من شذا، قالت لك لو هي عندها خبرة في مؤسسة بمسمى وظيفي معين، وفي نفس الشركة بتشتغل وظائف متعددة داخل المؤسسة، يعني بتشتغل حياة تانية لكن ما عندها التايتل المسمى الوظيفي، لكن وبتمشي وبترجع للمسمى الوظيفي بتاعتها، فلو عايز تقدم هل تكتب كل الحياة دي بتاريخ محددة ولا كيف انت تعمل؟ يلا يا آدم، كلامك ده مهم جدا جدا. اعمل سكيل سيكشن، خلاص ده ما شذا شذا بالضرورة انه شذا يكون شذا عندك فوقه، ليه شذا دي شذا؟ شذا. طيب يا شذا، تكتبي سكيل سيكشن، خلاص انا حاسه في الريزيومي تحتي في سكيل سيكشن، خلاص فوقها ريكروتمنت، فيها employment law، فيها ما بعرف شنو، كل الحاجات اللي أنا بعرفها وما كان عندي لها مثلا تايتل، خطيتها في السكيل بتاعي. بعد ذاك قصة إنه في حاجات تمادر ما سامعة، إخواننا في زول عنده نفس المشكلة ولا لا، كلنا سامعين؟ اشتغلت بقت سامعة، ما اوكي عندنا مشكلة. اوكي فحطوا اعملوا سيكشن اسمه سكيلز للحاجات اللي انتوا، واللي هي دي حاجة سايدة كتير في بعض البلاد، انك بيكون عندك اسم وبتكون مثلا شايل المكتب ده كله او شايل الجوب كله وشايل حقك وحق غيرك، ففي الاوبورتيونيتي بالنسبة للناس انهم يعملوا سكيلز سيكشن، يكتبوا فوقه السكيلز اللي هم اكتسبوها. طيب، عندنا في صفاء عندها سؤال، انا ذكرته وانا ما عديت عليها، ممكن
قالت لك هي استخدمت تمبلت جاهزه وعملتها على الوورد عادي، بعدين حفظتها على البي دي اف، فهل دي مشكله؟ هي ما مشكلة، لكن الـ ATS ده لسه، يعني أنا متأكدة إنه will develop وبيبقى أحسن كتير كويس من الـ PDF. ما كل الـ ATS بتفهم الـ PDF. أنا my recommendation، أنا personally الـ recommendations بتاعتي a Word document. طيب في سؤال قال لك إذا هو عايز he want to make a career change from accounting to data analysis but I don't have any experience in data analysis. skills based on the skills، تخليها تعمل حاجة اسمها functional resume. بعد ما نخلص السيشن ده أي زول حطه في النوتس بتاعتكم، go look up functional resume وكيف بتكتب دي، ما بتكتب فيها البوزيشنز من يوم كده ليوم كده، لأنه أنت doing the career shift. الكارير شيفت بتعمل completely different type of resume اسمها functional resume. طيب منذر عنده سؤال، قال بالنسبة للترتيب يكتب أول البكالوريوس ثم الدراسات العليا مثل الماستر والدكتوراه، يعني ولا يكتب الدراسات العليا أول والبكالوريوس تحت، والبكالوريوس فوق والدراسات العليا تحت؟ ترتيب عادة من آخر حاجة لحد من أول حاجة حسي على الكرت وانت ماشي لتحت، زي الترتيب بتاع الجوب اكسبيرينس. خلاص في الجوب اكسبيرينس بنكتب آخر وظيفة احنا كنا شغالين فيها، في الإديوكيشن آخر حاجة انت عملتها الدكتوراه يو بوت ات فيرست، بعدها تكتب الماستر حتى انت تكتب باتشلر ديجري او في الحاجة الفلانية، بتكتب من أعلى حاجة وأول حاجة وانت نازل لتحت. طيب عندي سؤال، قالت عندها خبرات وشهادات موجودة، مع العلم إنها عندها الخبرة المطلوبة والشهادة موجودة اللي بتأهلها للوظيفة، but it looks like a gap. It is better to mention it or not. يعني هي عندها كذا كذا الشهادة بتاعتها to cover it ما موجودة حاليا، تعمل شنو؟ تكتبها في ولا ما تذكرها؟ تبا انا غايته ما مر علي في محلات انا قاعده، ده ما في زول قالوا لي اجيب شهادات خبره. انا ما عارفه where you are، لكن تكتبيها ده حاتم، يا حاتم. ايوه لا اكتبها. سوري صفاء يسأل بالسؤال، معلش طيب سوري عليك، الأسئلة طيب كثيرة يا دكتور، عشان كده ما شاء الله يعني الانتراكشن بتاعك عالي مع الشباب من الانتراكشن. اوكي طيب في زول أحمد كان عنده بيسأل سؤال، انه قصدي هل الدكتورة اخر اكتب اول حاجة؟ يس. طيب في سؤال من احمد قال لك في ذكر الشهادات نذكر اختصار على اختصار ولا ما زي بي ام بي سيرتيفيكيشن ولا يكتب بروجكت مانجمنت بروفيشنال كامله؟ يلا دي زي ما قلت قبلك او زي ما تكلمنا لما كان محمد الحسن بيتكلم، في بداية الريزيومي ممكن في أول مرة تذكر فيها إنك عندك بي إم بي، بتكتب بروجكت مانجمنت بتاع كلها the whole title بين قوسين بتكتب بي إم بي. خلاص مشيت لتحت جات مناسبة إنك تذكرها، بس قول بي إم بي. ده حتى بالنسبة للناس الهايرنج مانجرز، أنا متأكدة إنه معانا ناس كتار بيكونوا at a very high level. إذا أنت hiring manager لما تجي تكتب الجوب ديسكريبشن بتاعك، أول حاجة mention the whole title بتاع الحاجة إذا كانت حاجة abbreviated، وخدها بين قوسين جنبها طوالي، وبعد ذاك ممكن لتحت تواصل بالابريفيشن. طيب يا دكتورة قلت لك هل في صيغة معينة ممكن تحطوها يعني تديها لهم يقدروا يعني يستخدموها بالنسبة، ولا ما في صيغة معينة؟ والله انا ما عندي تمبلت معين، لكن I can find out. انا متاكده كلكم حتقدروا تعملوا الحاجه اللي انا بعملها، لكن ممكن انا ارسلها لطلال اشوف حاجه وارسلها لطلال او دكتور انور دكتور انور، الحاجه. انا دكتور انور عشان دكتور انور متواصل مع ايوه الناس كلها اكثر مني، انا بجي وبطلع يعني. اوكي. احنا قبل كده كان عندنا سيشن في سودانيزات شار، اللي هو كان انه سألنا زول إنه يا في زول متبرع يجيب لنا الريزيوم بتاعتي نشتغل فيها،
هسا جبناها رفعناها، طيب المفروض نعمل كده تك 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 تك، كتبناها. ما كان عندنا تمبلت، لكن بالباك جراوند نوليدج الموجوده انه مطلوب في الاي تي اس بيكونوا عايزين كده، الهايرنج مانجر ان بيرسون بيكون عايز كده، this is what we would like to see، this is كده. طيب في سؤال من وصال، قالت لك هي تعمل arrangement للتريننج كورسز والسيرتيفيكيت بتاعتها according to the requirement of the job or the date of she achieved them. requirement of the job. احنا دايرين انه الحاجة that would be highlighted، المؤسسة دي هتستفيد منك انت عندك الشهادة الفلانية اللي عندها relevancy مع الجوب description. طيب يوسف بسألك يا دكتور، يا أستاذة، طبعا هي ما دكتورة قالت لكم، ما هي أستاذة لسه، ما حصلت على الدكتوراه، قال لك هل يستخدم والله تطبيق ما بدور اشيل هنا، ما بدور سؤال يوسف قال لك يا دكتورة، هل يمكن يستخدم تطبيق فلو سي في، وهل ممكن يمر عبر الاي تي اس، وقال عايز ايميلك لأنه عايز يتواصل معك في موضوع لو أمكن. يوسف علي، جدا. انا ما بعرف التطبيق اللي هو قاله ده، I have never heard about it، لكن ما عندي فكرة بيكون بباصص ولا الـ ATS ولا لا، ما عندي فكرة، لكن I will check it out. اسمه شنو قلنا؟ اسمه لحظة خليك معي، CV Flow. لحظة، فلو سي في، اوكي، Flow. فلو اي سي في، اوكي اعتقد كلمة واحدة. اوكي I can check that out. انا ممكن اخد ايميلي. هو اللي عايزه منه، معلش ما دايره ازعج الناس، يوسف لكن يوسف 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 ممكن ترسل للدكتور، انا ما اعرف انت ترسله مباشرة في ممكن الشات ولا تتواصل لا؟ معه. اوكي ممكن تتواصل معه. طيب في سؤال من شيماء قال لك، هل لو كانت في شركة انترناشونال وهي في بلد أوروبي ولسه ما بتعرف اللغة الألمانية، وكان عارف الوظيفة بوث انجلش اند جيرمان، فهل في الحالة دي هيرفض الاي تي اس الوظيفة لأنها هي هيرفضها لأنها هي ما عندها requirement الجيرمان؟ اي اي شيء ما، لكن ما عندك جيرمان، هي مطلوبة مقدمة، ليش ما تقدمي؟ it's a طبعا، requirement. بس عايز اقول للشماء لو كاتبين بوث يعني الوظيفه لازم تتحدث اللغتين، ما معناه انت لو بتعرف انجليزي بس حيشيلوك. ايوه it's a فلما كاتب requirement، بتلقيها في requirement، بتلقي في required وبتلقي preferred. لو كاتبين لك preferred that's okay، قدمي طوالي، لكن إذا قالوا ليكي عايزينهم الاثنين you have to do them both. بالنسبة للسؤال بتاع الصورة في السي في، الأستاذة جاوبت عليه، قلت لكم هي ما بتنصح إنك تحط الصورة في السي في جنرالي، لكن إذا كانت ريكوايرد في البوزيشن أو في البلد اللي أنتم فيها مطلوبة لازم تحط الصورة. فده بالنسبة للرد على الموضوع الصورة مرة ثانية. طيب هل قال لك الكورسات في شرط اللي هو بيعملها، أو إذا ما أخذ كورسات يكتب أساميها والتاريخ وليذكر اسم الكورس بس؟ اسم الكورس، التاريخ ما بالضرورة. السؤال ده السهل يا عصام آدم، اللي هو what should I do if my experience is different from the field of the education background؟ يعمل شنو يا عصام؟ We talked about it. قلنا اي ممكن يكون انت بالنسبة لك قلنا تكتب functional resume، خلاص بتكتب فيها السكيل سيت بتاعك rather than من سنة كده لسنة كده انا كنت الحاجة الفلانية. طيب في سؤال برضه نسأله هنا من سارة، قالت هي شغالة هي اشتغلت اتش ار ان ادمن سينيور اوفيسر، ممكن تكتب في السمري اتش ار ان ادمن سينيور اوفيسر سلاش اوبريشن اكسبيرينس تالنت اكويزيشن تالنت مانجمنت اسيستنت دايركتور ادمنستريتيف اوبريشن اكسبرت، ممكن تكتب ده في السمري؟ ايوه ممكن يا ساره، لكن يعني لما تكتبي ما بعرف اتش ار ادمن اوفيسر ده، انت حاسه ذكرتي كلها جوب تايتلز خلاص، او سكيل سيت تالنت مانجمنت خلاص،
يعني اتش ار ان ادمن سينيور اوفيسر فور مور ذان 5 ييرز، خلاص فيري ويل فيرست، ما بعرف فلان الفلاني، خلاص ما بتكتبيهم سلاش 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 في السمري، لازم تحطيهم في جمل كده. القصة كلها من الريزومي دي يا اخوانا، الزول يسوق روحه وتطعم روحك، يعني دي المحلة اللي انت بتقدر فيها عشان تقدر تصل للمرحلة بتاعة الانترفيو. And this is what we wanted to do. احنا عايزين الانترفيو. عادة ان احنا واجينا الانترفيو لانه ما كاتبين الحاجات صح. السمري طعمي فوق روحك، انا بعمل وانا اللي عندي خبرة كذا سنة في ده وفي ده والفيرست، وما بعرف الكلمات الجميلات اللي ممكن يكونوا very eye catching بالنسبة لل ATS او very eye catching لل hiring manager او الـ recruiter. في سؤال من يوسف قال لك هل في كورس معين للأشخاص الباحثين عن العمل اللي ممكن ترشحه لهم؟ كورس معين انا غايته ماي ريكومنديشنز، الباحثين عن العمل ديل يحاولوا يتابعوا يشوفوا انه الريزومه بتتكتب كيف، الكفر لتر بتتكتب كيف. لو في محل انت محتاج تكون بتتكلم انجليزي، بليز 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 فتش كورس بتاع انجليزي، that will be very helpful. برضو عايزين الكونكشن بتاعك في اللينكدين قال لك يا دكتور. أنا في اللينكدين أنا ما نشيط شديد، لكن I can give the URL to Dr. دفع الله. طيب في سؤال قال لك الشرطات الفوق بين الشهادات ولا أي شهادة في سطر براها؟ يعني يكتبوا الشهادة واحدة في كل واحدة في سطر ولا في كل سطر؟ هاي ماله، وعايزين اكتب هم كل واحدة في سطر. عايزين مثال للسي في عشان يقدروا يعني يتصوروا صورته، يعني يكون مرجع لهم في التنسيق، يقدروا يعني السي في ممكن يكون كإكزامبل يلاقوه وين. ممكن تفتش resume template ب specific jobs، مثلا ده زول داير يشتغل اتش ار مانجر، تخش في الجوجل اعمل الريسيرش، اوكي اتش ار مانجر resume، خلاص هيجوك كمية، اختار الحاجة اللي بتناسب، ممكن تكون في أكتر من حاجة مناسبة لك في كم resume، ممكن تعايل لهم وتشوف إنه ممكن تعملها كيف. في زول بالنسبة بيسأل بس في محمد، معلش يا أستاذة، معلش يا أستاذة، لأنه محمد عوض ده بس بيزعل من قبل وأنا يعني ما شفت سؤاله. معلش يا محمد قال عوض، طيب السيكونس بالنسبة بتاع لي job أيوه experience من newer to older، انت لو لاحظت انه بتكون في a lower position لما تكون الخبرة بتاعتك قديمة خلاص، وممكن تكون حاجاتك شوية، لكن لما تاخد آخر حاجة انت اشتغلتها it's from newest to oldest. ال education the same، the newest PhD is first وبعدها بتنزل ال experience من آخر حاجة انت فيها وماشي لتهي. أيوة رزان تكتبي سمري مختلف. طيب أي سؤال تاني يا جماعة؟ والله ما عارفة، ممكن I can find one للكارير شيفت. عندنا سؤال صيغة معينة لسيرة ذاتية مختصرة للكارير شيفت، لكن at the same time لحد ما أنا ألقى لكم واحدة، فتش في الجوجل functional resumes for career shift، بتلقى very specific حاجات ممكن تختار منها. أحمد في عنده سؤال. السمري ما بتكتبي يا رزان، ما بتكتبي اسم الوظيفة، في السمري بتكتبي انه يعني انك انت كنت فيها كيف، ده في السمري خلاص. اذا عندك وظيفة تايتل جوب تايتل exactly the same زي المكتوب في الجوب ديسكريبشن، ده بتحطه فوق مع الاسم، مثلا انا تيسير محمد عبد الله ومقدمه ل اتش ار دايركتور بوزيشن، تحت الطوالي بكتب اتش ار دايركتور. لما تخش في الاي تي اس خلاص تيسير دي دايركتور، هنا الجوب ديسكريبشن فوق دايركتور،
لكن you have to have it، يعني don't make it ما ساكت. أحمد عنده سؤال، قال لك نكتب مكان العمل السابق ولا نكتفي بالتاريخ واسم الوظيفة؟ يعني يكتب المكان، هو كان شغال في الشركة الفلانية، يكتب اسم الشركة ولا بس الوظيفة والتاريخ اللي كان شغال فيها؟ يلا بتكتب اسم الوظيفة خلاص، وبتكتب التاريخ، أو أنا بفضل إنه يكتب التاريخ في الآخر، خرطوم سودان، ده عدد التاريخ. تحتها بتكتب الجوب فانكشنز اللي أنت كنت بتعملها، عملت الفلاني عملت الفلاني عملت الفلاني، كويس. شاومي اللي هو قلنا بنعمل شنو، بنكتب الجوب تايتل اللي كنا ماسكينه، بعدها خرطوم سودان، أتلانتا جورجيا، wherever it is، العين، ما بعرف شنو، الإمارات المتحدة، بعدها التاريخ، وبعدها الفانكشنز اللي احنا عملناها. في سؤال برضو قال لك وجه متأخر، ده شاومي هو جاي من التليفون ما كاتب اسمه لكن ما مشكلة، قال لك هو إذا هو شغال حاليا هل يكتب في السي في إنه حاليا شغال؟ طبعا بتكتب your most recent، يعني مثلا انا عندكم انا مثال حي، لانه انا كل فتره معينه قاعده اقدم لي جوبز عشان اشوف روحي انا في السوق وين، كويس، بكون شغال في امان الله. دي اسمها passive candidate. passive candidate ده معناته عنده وظيفه ماسكه في يده لكن بيفتش، لقى له حاجه احسن، زادوني دولارين ثلاثه، طوالي راسي عديل بمشي. ما فيها أي حاجة تكتب your current position، ما فيها أي حاجة تكون you're looking for another position ولا another job، a better job, a more challenging job. طيب عنده سؤال، هل قال ممكن يكتب أسماء الكورسات اللي أخذها أونلاين مثل كورسيرا؟ If it's relevant to the position, yes. If it's not relevant, ما تكتبه. بعدين القصة إنه يا إخوانا أنا بعرف مايكروسوفت أوفيس دي، أي زول في الدنيا دي بيعرفها، please don't write it. إذا بتعرف إكسل خير وزين، أكتب الإكسل خلاص، لأنه as analytical tool حاجة مطلوبة، طيب لكن مايكروسوفت أوفيس is general everyone should be doing it. آدم عنده سؤال لكن ممكن نسأله تاني للناس الجات، قال لك في الخبرات يكتب التاسك اللي بيقوم بها ولا الإنجازات اللي عملها؟ لأنه لو حاول يكتب الاثنين في الريزومي هتبقى كبيرة يعني ما حيقدر يخطها، فيختار يد واحدة التاسك طيب ولا الأتشيفمنت. لا، ما التاسك، إذا أنت developed a new process أكتب I develop health and safety process في الحاجة الفلانية، it improved the health and safety of the employees by 30%، كويس. خليك very specific في الحاجة اللي أنت عملتها خلاص، مسؤول من إنه to complete all employees files for a 300 people organization within timeline of كده كده كده. محمد صلاح بيسأل في نفس السؤال، قال لك هل ممكن يكتب اوفيس 365؟ 365 يا اخواننا في منو ما بيعرفوا، قاعدين احنا هنا 53 people، انا متأكدة everyone can do office، يعني ما حاجة يعني بيقولوا شنو، يعني حاجة واو اوت ستاندينج، او بيعرف اوفيس طيب داليا 365. قالت السي في بتاعها 6 صفحات لأنه خبرته طويلة، كيف تختصرها في 2 صفحات؟ كومباين السكيلز او الحاجات اللي انت عملتيها اندر وان كومبيتنسي، كل مجموعة بتاعت حاجات بكده بتختصريها. ما في ريكروتر بيقرا لك ستة يا داليا 6 صفحات. انا وين اي واز ريكروتر، بعد الصفحة الأولى بعد تاني بسطرين خلاص تاني ما بقرا الريزومي. محمد عوض قال can I write in the resume in the information or personal information it will available information and will give update in the video paper. أنا ما فهمت سؤالك يا محمد عوض، لو فهمتها يا أستاذة ممكن ترد انا عليه عادي. I don't think I get السؤال، لكن اذا بتتكلم عن البيرسونال انفورميشن،
انا بالنسبه ليا هنا مثلا في الولايات المتحده، اي حاجه بتجيب ديسكريبشن زي ما قلت ايرليير، انه والله عمره 42، والله متزوج، والله سنجل. هنا في امريكا اي حاجه ما حتفيد الوظيفه في، يعني معلومه ما حتفيد في اداء التاسك بتاع الوظيفه، it's not required to be there. لكن افتكر ان it's a British thing، السي في بيكتبوا فيها انا مولود 1900 ما بعرف كم، ومتزوج وعندي طفلين. دي هنا it can be a base for discrimination. You should not write this personal information in your resume. ممكن برضو كلام السؤال بتاع انه اذا عندك update، اذا كنت قدمت وحصل update between the time and ادوك فوق للانترفيو، شيل معاك الريزومي تديها للزول اللي هيعمل لك الانترفيو، تقول له this is my most updated resume، اتفضل دي غير اللي انا قدمت بيها. في سؤال جات لك، اذا انا اشتغلت موظفه في الموارد البشريه وكنت بعمل معاينات في وظيفه بعنوان Talent Acquisition، هل تقدم لها ولا لا؟ طبعا الزول بتاع الاتش ار، one of the steps بتاعت الاتش ار اللي هي talent acquisition. طيب في سؤال ثاني قال لك، اذا انا هقدم في وظيفه مطلوب فيها عدد خبرات محدده، اكتب الفتره الزمنيه ولا اذكر انه عندي خبره in general؟ انت هتكتب الوظيفة الفلانية اشتغلت فيها من يوم كده ليوم كده. اذا داير تكتب to highlight the years of experience المطلوبة، زي ما قلت لكم جبالك ال summary paragraph، HR professional with more than 11 years of experience in public and private sector. في كان دايرة تكون highlighted with specific years في السمري، لكن لما تجي في التفاصيل بتاعة الريزومي بتكتب من سنة كده لسنة كده. في سؤال قال لك، بنسمع عن أهمية السوفت سكيلز، مدى الأهمية في الاختيار، أو لازم تكون عندك مع إنها تظهر مع الزمن بعد ما يتم اختيارك للوظيفة؟ يعني ما بكون عنده you gain the soft skills while you are working، how you get it before that. طيب ممكن نقول السوفت سكيلز اللي كان لازم ممكن تعمل لها تريننج، أو ممكن to acquire it as a training before they got the job. شنو؟ soft skills مهمة جدا جدا nowadays. إذا في أي طريقة to highlight it anywhere do it. السوفت سكيلز دي برضو من المحلات اللي ممكن بعد انت you got picked for the position ونادوك للانترفيو، دي where you can highlight the soft skills، لأنه الانترفيو questions بيكونوا دايرين، إذا دايرين to assess your soft skills بيسألوك ال behavioral question الفلاني، لو عايزين ال soft skill الفلانية هيسألوك السؤال الفلاني. بتكون a very structured interview، بيكون behavioral interview، it assesses all the soft skills needed for the position. طيب قلت لك تسمي المستند من بره، تكتب شنو؟ وأول صفحة أبدأ في شنو؟ بداية الصفحة فوق. برا كيف؟ أنا ما فهمت إذا كانت بتقصد فوق، فوق، أيوه، الزول يعني بيكتب قالت اسمه والمعلومات بتاعته، اكتب زي ما أنا قلت لكم إذا الوظيفة أنت كنت اتش ار دايركتور بتكتب تيسير محمد عبد الله اتش ار دايركتور، خلاص بعدك ناس التلفون والنمرة والإيميل أدرس واللينكدين يو ار ال. السبجكت بتاع الايميل بتكتب فوق اذا كان في ريكويزيشن نمبر او الجوب تايتل اللي انت مقدمه له، بتكتب ري نقطتين فوق بعض اتش ار مانجر بوزيشن. طيب في الإيميل قالت لك تكتب في السبجكت شنو لما تيجي ترسل الإيميل؟ I just answer. لو داير ترسل للريزومي بتاعتي بتكتبي ري نقطتين فوق بعض، مثلا الوظيفة الفلانية زي ما حس عديتك المثل اتش ار مانجر بوزيشن، ده بكون التايتل، عشان بعد ذاك الزول لما نيجي الهايرنج مانجر يجي يعاين يشوف ده عنده علاقة الايميل ده ما سكام ما سبام ما اي حاجة،
دي حاجة عندها علاقة بالجوب، الآن I post it وبفتش له في الناس. صفاء رفع يد يا أستاذة، ممكن تجاوب على سؤالك؟ اتفضلي يا صفاء. يا طلال الزمن بتاع السيشن it's been 2 hours، مدته قدري شنو؟ تقريبا ساعتين، يعني يا اعتبر احنا يا بس طلال في معانا. طلال طلال استاذ تيسير، لما زول يرفع يده اعمل له ام ميوت، لانه they cannot unmute themselves براهم. اوكي، طيب صفاء انا ما قادرة اعمل لها ان ميوت، ممكن تعمل لها يا ما طلال؟ يا دكتور سامعني؟ انا ألو عملت لها سامعني؟ ام ميوت، لكن هي لازم تعمل ام ميوت لنفسها. يلا بعد كده جربي يا صفا. السلام عليكم. اهلا مرحبا بابي. سؤالي عن اللينكدين بروفايل، يعني مثلا لأي وظيفة أنا بعدل الجوب ديسكريبشن أو الريسبونسابيلتيز حقتي حسب الجوب ديسكريبشن حقت الوظيفة عشان تعمل لي ماتشنج، فهل أنا كل مرة بضطر إني أعدل اللينكدين بروفايل لأنه مثلا زول من الريكروتر بيقوم بيخش بيشوف البروفايل حقي؟ هل أنا كل وظيفة، يعني مثلا في اليوم ممكن أقدم 10 وظائف بريسبونسابيلتيز مختلفة حسب الجوب ديسكريبشن، فسؤالي اللينكدين بروفايل كيف أقدر أعدله؟ يعني في اليوم كم مرة، أو ما أكتب أصلا ما responsibilities فيه؟ بتعدل اللينكدين بروفايل، اللينكدين بروفايل حتى لو مشوا حيلقوا الحاجات بتاعتك انت ما كتبتي فوقها كويس، بس يو هايلايتد وحدات اكتر من التانيين يلا أنا ما كويس. كذبت، أيوة فعلا، لكن زي ما ايوه قلت يعني عملت هايلايت لحاجات هم طالبينها وشركات تانية ما طالباها. بس فما بتغيري، it's not possible ولا feasible انه زول يغير اللينكدين بروفايل every داي يعني ولا ما بتعمل كم مرة مشكلة في لو اليوم. واحد من الريكروتر شاف البروفايل حقي؟ نعم no. أوكي، شكرا جزيلا. في طيب يا أي معيار أستاذة، أستاذ عالمي؟ تيسير، أستاذ أيوة تيسير، بس بالنسبة لموضوع اللينكدين بروفايل ده، في العادة الناس اللي بتشتغل في موضوع اللينكدين بروفايل يكون ماتشنج للقصه دي، هم الناس اللي بيقدموا لوظائف بتكون مختلفه شديد عن بعض. يعني زول مثلا عندنا مجال الاي تي والكمبيوتر ساينس، يقوم مثلا يقدم لتكنيكال سبورت، ويقدم معاه لداتا بيز ادمنستريتور، ويقدم معاه مثلا لكلاود ولا انفراستراكشر، ولا 3 حاجات بيكون دايرين سكيل سيتس مختلفه، اكسبيرينسز مختلفه، فهو ما بيقدر يعمل يعني هايلايت لحاجات تكون قريبه لبعض، فبالتالي بكون خايف انه والله لو دخل الزول ده قدمت للداتا بيز ادمنستريشن حيكون الحياة ما ريليفنت شديد. فشنو الجنرال رول في القصه دي؟ والله to be honest I don't know، ما عندي فكرة، I'm sorry to say I don't know، لكن يعني أنا من الناس كان ما عارفة بقول ما عارفة، ما عارفة how to deal with it، كلام لكن كويس جدا، شكرا شكرا it's a جزيلا، no problem، I can check that out. يا ريت، Okay. شكرا. LinkedIn updates with each job, right? طيب اوكي في محمد عمر، محمد عمر انا عملت لك ام ميوت، اعمل ام انا ميوت هكون لنفسك فوق معاكم محمد. for the next 7 minutes يا جماعة، أو أنا will leave اوكي you، تمام، أنا مفهوم حاول مفهوم. نجاوب على الأسئلة بتاعتنا. اوكي السلام عليكم، شكرا استاذ تيسير وطلال وكمان دكتور انور، سيشن جميل جدا جدا. انا عندي سؤال يمكن يكون استاذ تيسير هو جاوبت عليه، لكن يعني إذا more specific details، يعني مثلا للسيرة الذاتية الأكاديمية الأكاديميك سي في، يعني مثلا أنا بتذكر يوم من الأيام كان جامعة الملك سعود تقريبا طلبت أكاديميين وطلبت حاجة اسمها الأكاديميك
سي في. انت هسه حاليا قلتي في ديفرنس بين السي في والريزومي. الريزومي ده هو البسيط يعني، مثلا تقريبا للتخصصات الثانيه، اما السي في هو الشامل لكل التفاصيل وكل السكيلز وكل النمبرز اوف بابليكيشنز تقريبا. لكن الاكاديميك سي في يعني بيختلف من ديل في شنو بالضبط كده، اذا عندك خلفيه والله مرت عليك حاجه بالشكل ده، والترتيب بتاعها اوكي، كيف بيكون يعني مثلا؟ الحاجات الأكاديمية زي الريسيرش اللي هو بنستعمل فيها كاريكولم فيتاي اللي هي سي في، خلاص أي حاجة أكاديمية أي حاجة ريسيرش it is سي في كويس. أي حاجة تاني any other type of position IT HR accounting its resume the shorter version. طيب في سؤال من مصطفى جعفر في الشات بيقول لك شنو اكتر يعني في statistics ولا حاجه توضح اكتر اي تي اس سيستمز مستخدمه، يعني عندهم نيمز ولا كده ولا براند؟ ايوه في حاجات اوراكل من الحاجات المعروفه جدا جدا، هسه في حاجه اسمها ورك فورس، خلاص في حاجة اسمها إنفور لاسن، تاني في عدد يعني حتى لو الناس عملت جوجل ممكن you can rank which ones are better. في ناس ADP برضو عندهم حاسة دي، لكن اللي طالع في الكفر والموضة ورك فورس، وبقى مطلوب في كل المؤسسات إنه يكون الزول بتاع الـ HR يكون عنده باك جراوند في ورك فورس. اوكي ممتاز. طيب في سؤال برضو من ريهاف بيقول لك نصائح للانتري ليفل جوبز يركزوا على شنو، يعني انه خصوصا انه ما عندهم خبرة يعني. انتري ليفل فانكشنال ريزيومي قلنا قبالك، انتري ليفل فانكشنال كارير تشينج، انتري ليفل ستودنت ريزيومي. فانكشنال ريزيومي التركيز على السكيل سيت، زول في بيته قاعد اشتغل في المطبخ خلاص بيكون عنده اورجانيزيشنال سكيلز، خلاص زول بينظف الجنينة ويقشقش الحيشان دي في تايدينس سكيل. فانكشنال ريزيومي يا رحاب يا رهف. طيب ما اعتقد انه في هنا تاني اسئله ولا كده في الشات، واعتقد انه زمنك يعني خلاص جاب مش كده، لا تيسير. ايوه in 4 minutes في اي زول عنده اي حاجة. عايزة أشكركم شديد لإتاحة الفرصة لي إن أنا أكون جزء من الحاجة دي، وإن شاء الله يعني all my hopes إنه أي زول بيفتش في أي وظيفة يلقاها، يعني ورونا ممكن الواحد يساعد كيف، ممكن أنا أصلا محتاجة أي حاجة ممكن تقول الله يجزيك كل يا خير. معاذ. معاذ عندي 3 minutes ما بقدر معاذ احضر احضر يو احضر أجري. احضر الفيديو ومسجل، احضر التسجيل بعدين أي يا معاذ. الفيديو موجود على فكرة في الشانل بتاعت اليوتيوب، فهناك ممكن ترجع له وتشوفه في أي لحظة. ايوه تاني حاجة أي نعم، فشكرا جزيلا أستاذ تيسير، وشكرا جزيلا للحبيب محمد حسن، والشكر طبعا برضو للجمعية السودانية لتطوير الموارد البشرية، ومن خلفها الناس اللي يعني في الاكزيكتيف تبعونا على راسهم الأستاذة الجميلة ريم فيصل. واحنا طبعا في الباحثين السودانيين حاولنا نقدم تكنيكال سبورت بالقدر اللي بنقدر عليه الليله، رغم ان الظروف كانت صعبه شويه، فان شاء الله تكون في جلسات ثانيه يا دكتور، ثالثه ورابعه. نعم اديهم اسم القناة بتاعت اليوتيوب وعايزين الايميل بتاع الاستاذ عشان يتواصلوا معاه. طيب، لو انا باخده من محمد الحسن ان شاء الله. طيب يا استاذ تسمحي للناس انه ياخذوا ايميلك ولا كيف؟ ايوه جدا ما في مشكله، لكن يعني الاكسبكتيشنز ما حتكون I will يعني answer طوالي، مع الجوب والحاجات بتكون صعبه شويه. ايوه طبعا، انا كنت قاعده في امريكا، تايم از ماني. ايوه إيريس ايوه نعم، خلاص كلام جميل جدا. احنا شير الايميل، الايميل ده اعتقد انه وسيله كويسه ممكن تجاوبه في الوقت اللي بينفع معك. انا هرسل لسه في الشات، هرسل العنوان بتاع الشانل في اليوتيوب، ممكن الناس يلقوا فيها تسجيل موجود.
لكن برضو في الفيسبوك هتكون قناة بتاعت الموارد البشرية، اللي هي اسمها شدانيس اتش ار. فلو دخلت هناك بتلقوا برضو الستريم ده موجود هناك. لو دخلت انا برضو هشيرها في شدانيس اتش ار مرة ثانية. وشكرا جزيلا لكم، وان شاء الله نلتقي في لقاءات. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم، كتر خيركم كثير، أتمنى إنه شكرا، أكون مع أفدتكم، السلامة. كتر خيركم.